بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في برنامجكم ملك وكتابة، الملك والأهلي والكتابة كل ما يكتب عنه. خلافنا ليس مع الكاتب ولكن مع المكتوب، ولكن عندما لا يمكن الفصل بين الكاتب والمكتوب فيصبح خلافنا مع الكاتب والمكتوب كما سيحدث اليوم وأحد المرات القليلة. إبراهيم، أهلا بك يا باشمهندس، أهلا بك أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في لقاء الخميس من ملك وكتابة. حلقة النهاردة حلقة ثرية جدا، حلقة فيها ست موضوعات مهمة، هذه أبرز عناوينها. أهل الإنتاج والإنتاج، الأهلي والصدارة والعشق الحلال. قلنا كده قالوا اطلعوا من البلد، الجبلاية ومجاملة الأهلي. لو كنت ناسي أفكرك، حكاية ذهبية صنعت في مولد السيد البدوي. ده العناوين الستة لمحتوى الحلقة، إن شاء الله نتمكن من مناقشتها كلها باشمهندس، لكن النهاردة أعتقد جماهير الكرة كلها حول العالم كانت تترقب نتائج الجائزة الخاصة بأحسن لاعب في أوروبا، وجود النجم المصري العالمي الكبير محمد صلاح ضمن الثلاثي المتنافس على الجائزة مع رونالدو ومودريتش، أعتقد خلى كل المصريين وكل العالم العربي تواق للنتيجة. للأسف صلاح لم يحقق الفوز بهذه الجائزة اللي ذهبت إلى لوكا مودريتش الكرواتي، حصل على جائزة أحسن لاعب في أوروبا لهذا الموسم. صلاح جه في المركز الثالث بعد كريستيانو رونالدو. مودريتش ايضا فاز بجائزه افضل لاعب وسط، رونالدو يا باشمهندس خد جائزه افضل مهاجم، راموس خد احسن مدافع، نافاس خد احسن حارس مرمى، الدنماركيه بيرنيل هاردر خدت جائزه افضل لاعبه، وديفيد بيكهام نجم الكره الانجليزيه المعتزل خد جائزه رئيس الاتحاد الاوروبي. بقى رئيس الاتحاد الاوروبي؟ لا، خد الجائزه، في جائزه شرفيه باسم رئيس الاتحاد الاوروبي بصفته هي أهديت إلى بيكهام. أشك يبدو أشك لعب. يبدو إن جائزة تسويقية برضه. هي هو أشك لاعب ومانيكان. هو قيمة بيكهام لم تنفصل عن كونه نموذج ومانيكان، ولكن كلاعب ما كانش قيمة ما حق. لكن لعيب كويس، بس ما هوش يعني اللعيب اللي يتوقف أمامه التاريخ. محمد صلاح يكفيه فخرا أن يقف في هذا المشهد ثالثا، وهو ليس الأفضل في أي حاجة من دول، ولكن لما تعجنوا كلهم في بعض طلع أفضل ثالث لاعب. إذن هو مميز في كل الاستفتاءات وإن لم يحصل على المركز الأول فيها. نتيجة كنا نتمناها الحقيقة أفضل من كده، بس منطقية في وجود رونالدو كريستيانو رونالدو اللي عمل موسم ولا أروع، ومع هذا خدها مودريتش. لأن مودريتش ختمها انه خد بايد كرواتيا الى النهائي، وده لما يكون قيمه لعيب يقدر يعمل كده فهو خدها عشان كده. لو ما كانش كرواتيا وصلت النهائي ما كانش هيبقى حتى في المشهد ده، كنت هتلاقي ميسي بداله. طيب، بمناسبه صلاح عايز اطمن حضراتكم انه السحابه الشديده او اللي هبت على علاقته مع اتحاد الكره في الايام الاخيره تقريبا زالت تماما، كل الاطراف هديت شويه، التصريحات قلت خالص، المخاوف كانت على انه صلاح هيجي مباراه النيجر يوم 8 سبتمبر ولا مش هيجي. الاتصالات اللي تمت بين الاطراف اكدت انه صلاح جاي، رغم انه محاميه المثير للجدل والمشاكل رامي عباس كان نوه في الخطاب اللي فات او بعد الاتصالات بعد كده معاه انه الاتحاد المصري ما اختارش ليفربول في الميعاد القانوني، وبالتالي كان شايف فيه صعوبه انه صلاح يجي. وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي اجرى اتصالات مع محمد صلاح، وطبعا تواصل مع المهندس هاني ابو ريده، وتم الاتفاق على تذليل كل الخلافات، حتى انه اتحاد الكره نفسه يا باشمهندس لما اتكلم على المطالب اللي صلاح اتكلم عليها قال لك احنا كنا بصدد مراجعه الموقف الاداري بالكامل. يا سيدي بص استاذ ابراهيم والنبي، عشان مش كل مره يحصل كده، الحته التجاريه، لانه الحته التجاريه ولا حتى الحته التجاريه كل حاجه اتكلم فيها المحامي من حقه. المحامي ولا صلاح؟ ما هو ما صلاح مش بيتكلم. لا اتكلم هو صلاح بيتكلم يقول ايه؟ بيعلق اللي عايزه هو المحامي. صلاح مش هيتبرع ان هو يصطدم، هو صلاح في مأزق. صلاح النهارده في حقوق وفي محامي بيخوفه.
وفي انفايرمنت او بيئه في اوروبا بتضغط عليه، وهو الراجل عايز يوقف يشوف حاله في احسن لاعب. فهو يعني في كل الاحوال مضغوط عليه من كل الجوانب، لكنه خلافي معه ان لا كان يجب ان هو يشكم مدير اعماله او المحامي بتاعه هيسميه زي ما يسميه، انك لا ما تتكلم مع مؤسسه مصريه، تتحدث باللي انت عايزه ولكن في اطار الاحترام. خلافنا معاه في لغه الخطاب وليس في طلباته. انا قلت لك كل الطلبات معقوله ما عدا البودي جاردز، وانا لما بقول ما عدا البودي جاردز او الحراس الشخصيين، لان انا عندي فرقه. انت تتخيل انا لو انا طالع تصبح على خير يا ابو الصلح، يروح هو داخل ومعاه اثنين بودي جارد وانا داخل على اوضتي غلبان، ونازل هو على الفطار سابقه اثنين بودي جارد وانا قاعد، لا يمكن التيم العلاقه تتوازن. وهو لازم محمد يدرك هذا، اذا اردت ان تتميز فلتتميز ولكن ستنعزل داخل الفريق. انا خوفي ان محمد صلاح ينجرف مره في مره، ينسى الميزات اللي كانت حطاها ومخليها الناس كلها بتحبه، اللي هي التواضع. ايوه التواضع وحب البلد. لا تفقد هذه الميزه يا كابتن صلاح مهما عليت. جورج ويا لما احترم بلده احترمته. صحيح. انما النهارده حضرتك هتيجي تبعت لي وتقول لي قدامك اسبوع ترد تستقيله، انا ما كنتش اتمنى ان الموقف ينتهي الا باعتذار. وان دي طلبات غير قابله للتفاوض. وطلبات غير قابله للتفاوض، وبعدين تقول لي حصل اتصال وتلم. انا مش مرتاح. كويس انه تلم، يعني اذا كان ده يعني في مصلحه مصر، لكن انا مش شايف ان ده في المصلحه. لكن ينبغي ان يسبقوا اعتذار على هذا الخطاب. والاتحاد بعد كده حقق له كل حاجه، ادي الكومبرومايز. عايز تعمل موقف متوازن، اعتذارك وانا هحقق لك كل حاجه، لان كل اللي طلبته ده من حقك ما عدا البودي جاردز. فانا هديك كل اللي انت عايزه. لكن وانت خبير تسويق، لانه الباقي ده كله تفاصيل شكليات، حتى البودي جاردز والتصوير في الطياره والصور اللي في الاوتوجرافات والامضاءات. لا 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 ده حقه. ماشي ماشي. المشكله الحقيقيه فين؟ اللي هو المحامي عايزها. قال لك لازم تبقوا عارفين صلاح يصبح حي بالنسبه لكم اول ما صفرت. لا اول ما صفرت الحكم تبدا وينتهي مع صفرة النهائي. ده ده دي صيغه تعالي. اوكي، هو عايز يقول لك انتوا مالكوش اي حقوق تجاريه او تسويقيه. واضحه مالكوش دعوه بمحمد صلاح خالص. طيب لحد ال 90 دقيقه انا باجره لكم في ال 90 دقيقه، او يكاد يقول كده. كويس. هو صلاح ده بتاعنا او بتاع صلاح، بتاع مؤسسه محمد صلاح وبتاعه الالتزامات الاوروبيه. قال لك علاقته بكم علاقه كره قدم في 90 دقيقه. في 90 دقيقه حتى في التدريب يعمل اللي هو عايزه. قال لك يعني ما حدش يصوره وما حدش يتعامل معاه. طب ما منزل له صور ان هو في اصحابه كانوا معاه في الاوضه في الفندق. يعني اذا صلاح نفسه كانسان ما تقدرش تفصله عن ان هو يبقى. طب انا خليني اقول لك بس النقطه اللي هي هتعمل الازمه اللي جايه، لانه المحامي تقريبا بيرتب الاوضاع التجاريه بنفس الطريقه اللي تمت بها ساعه ازمه الطياره قبل كاس العالم، فهو عايز يوجد صيغه جديده تضمن هذه الحقوق. فلما بعت الجواب ده عمل التحبيشه بتاعه الحراسه والصور والكلام ده كله، وجه عنده النقطه التجاريه قال لك لازم يبقى معلوم بالنسبه لكم ممنوع استخدام صلاح وصوره وتسويقه في اي حاجه. الصيغه معلوم والنبي يا استاذ ابراهيم، اصل كما بتكرر هقولها. لا لا. ما طيب. شوف ما تقول لي معلوم بالنسبه لكم، هو يقدر يبعت الجواب بطريقه ثانيه. نحيط سيادتكم علما ان كل الحقوق التجاريه باستثناء 90 دقيقه هي ملك لمحمد صلاح. ادي صيغه كويس توصله للي هو عايزه بادب. كويس. ده اذا كان حقيقي. اتحاد الكوره هاني ابو ريده مع الفيفا حصل على تفسير قاطع بس للمواد اللي ضامنه حقوق الصوره بالنسبه للاعب في المنتخبات. اللاعب طالما بيرتدي تيشيرت المنتخب بتاع بلده تسويقيا خلال فتره وجوده مع منتخب بلده حتى لو تعارض. بس هنا لحظه. حتى لو تعارض الرعاه بتوع منتخب بلده مع الرعاه بتوعه
انت لا انت هي هي بس هي اصل انت بتتكلم على الاتحاد مش هنوصل يعني. بص تفاصيل العلاقه التجاريه لا تناقش في برنامج، انما يتناقش بين خبراء هنا وهناك ويتعامل عقد، عقد اداره حقوق الصوره للاعب محمد صلاح منذ وجوده في المنتخب. طب وما هو السؤال المنطقي النهارده الجهاز الفني للمنتخب واخد 13 لاعب محترف. ايوه يعني في كل اللعيبه دول عندهم حقوق كلهم، هو عقد واحد بنسبه مختلفه يا ماشي يا حبيبي، كل عقد لا الحقوق واحده بس الحقوق الحقوق هنا تبقى اكتر من هنا بحجم حجم لكل لاعب، لكن انت الحقوق واحده مش هيتفصل لكل لاعب لائحه. اذا اللي مطلوب حسمه النقطه التمييز اللي يبقى فيه صلاح له حراسه خاصه وغيره، دي مش لصالح حتى مستوى اداء الفريق. يا رب يدوها له بس هيبقى غلط، ده غلط. وعلى فكرة حتى الاتحاد مش هيعملها لحد بعينه، يعني هو ممكن يعمل بودي جارد للفريق للفريق بالظبط، الفريق يتحرك معاه بودي جارد وحراسة يروح ويرجع بيهم أو في المضايقات أنا معاك 100%. أيوه. لكن أخد لعيب يمشي ملك والباقي مش كتابة حد ما ينفعش. صحيح ما ينفعش يا أستاذ إبراهيم. صحيح التمييز في يوم لا التميز التميز ان تميز نفسك قد نميزك. ايوه واحنا نازلين مره في الانتخابات حدث خلاف مع شخصيه مرموقه جدا، انه انا معاكم بس قولوا لي وضع هيكون ايه جوه المجلس، فقلت له هيبقى كذا يا دكتور. ما تستنى بقى ما تقعدش، مش مهم دلوقتي تفصل لي، خلينا نتكلم في المبدا يا ابراهيم بس عشان المشاهد ما توهش مننا. مش مهم توصل لمين هو ده، انما ايه هي الحكايه. الحكايه انك انت كالرد الاتي، تريد ان تكون النائب المجلس كلنا متفقين عليك، لكن لو طلبتها كلنا هنزعل انك انت طلبتها. صحيح. ومش عايزين ننتهي لانه ميزت نفسك بقى، لانك انت حطيت نفسك فوقينا. لكن احنا لما نقولك اتفضل تصدر المشهد ده يبقى تفضلا، ولازم تقول لنا انا ممتن انكم فضلتوني على نفسكم. شوف العلاقه تبقى جميله ازاي. لكن انما تقول بشرط ان انتوا تيجوا وتقفوا ورايا في الطابور، لا ما ينفعش الكلام يبقى كده. اذا كنا عايزين علاقات تنجح، هو الاهلي ايه روح الفريق بتاعه؟ انت عارف لما كابتن حسام غالي كسب افضل لاعب في مباراه السوبر، الجائزات وزعت على الفريق. طب ما هي جايزه بتاعته وباسمه، ومش هو لا النادي اللي اختار ولا هو اللي اختار، ده في لجنه قالت له انت افضل لاعب، ادته مبلغ ايا كان كبير ولا صغير. وهذا كان حرص الكابتن حسن حمدي وكابتن صالح دائما عندما كان يحدث ان حد ياخد حاجه جايزه. جه واحد على فكره من زمان كان بيحصل تبرع من رجال الاعمال بالفلوس للفريق. وكان يجوا للكابتن مبلغ كذا ويجوا يقولوا له ادوا فلان كذا، فكان فلان ده يقول لهم ايه حطوه على البول عشان ما فيش حد ينافسن على حد، لان انا وانا في الملعب محتاج لكل زمايلي. طبعا انا نجم النجوم بس محتاج لزمايلي. ما بتلعبش تنس يعني. فانا انا حرصي على صلاح في الزاويه دي، لان انا اخشى لو خرج منتصرا كما سوف يصور له وكيل اعماله ما تعرفش تقدر عليه ولا هيقدر على نفسه. فاهم ازاي؟ اللهم قني شر نفسي. ايوه هذا دعاء المحبب. قني شر نفسي، ما صدقش ان انا كذا، ما صدقش ان انا كذا. لو حد قال لي ايه يا عم اقول له اعمل معروف، واخد بالك؟ فليكن تقدير الاخرين في اعينهم ولكن ليس ان اشعر انا به. هذا ما اتمناه للاعب كنت اراه، هو ده حقيقي القدوه التي يجب ان يتاسى بها شبابنا. لكن لو شبابنا هيبتدي يتاسى انه يتكلم في الحقوق ويبعت لنا ناس تشلق لنا، لا بنقصك. احنا عايزينك يا صلاح زي ما شفناك وحبيناك، وعايزينك بتحب مصر، وعايزينك لما حد يتجرأ على مؤسسه كلنا لنا عدم قناعات في حاجات كتير فيها، ولكن اذا حد خدشها ندافع عنها دفاعا مستميتا، لانه دفاع عن كيان مصري بالظبط. ولذلك حتى في مباراه السوبر اللي محيرانا، انا محيرنا اكتر موقف الاتحاد المصري، طلع قال كلام
هو كلام ده بيعبر عن ارادتك ورايك دافع عنه. تطلع تقول لا والله ده يعبر عن راينا واحنا مش مهتمين، نقول لك شكرا، يبقى دي مباراه وديه واطلع اعلن ان دي مباراه وديه. لكن يزجب اسمك انك انت موافق على الكلام ده على عكس ما اعلنت، ما ارضاهالكش يا اتحاد الكره المصري، ما ارضاهالكش. وانا بدافع عنك عشان عايز اشوفك كده، عايز اشوفك قوي، عايز اشوفك انت اساسا لما تتكلم الناس تسمع. انت اقدم اتحاد في المنطقه، صحيح. ما ينفعش لما تتكلم الناس تاخدك بخفه ويطلع كل واحد يقول لك اصل فلان طلع قال، اصل فلان طلع، مش فلان، ما دام طلع قال تقرر يبقى ده قرار اتحاد مش فلان. اذا كان فلان ده تسرع واعلى من نفسه فليحاسب. يا جماعه نضبط الاداء عشان نقدر نوصل لنتائج. صحيح. يعني محدش يزعل ومحدش، انا بقول الضوابط اللي تنجح اي عمل. طيب ده والازمه اللي ان شاء الله تكون انتهت وتتم ترتيب الحقوق، لانه مش بس محمد صلاح، في 13 لاعب محترف في الخارج موجودين في قائمه المنتخب الجديده، الله، ولاعبي الداخل ايضا عندهم تعاقدات وعندهم التزامات وحقوق، صحيح انها بتختلف بنسب حسب قيمه العقد وحجمه ومكانه اللاعب، وكلهم ليهم كل التقدير، لكن في النهايه هي عمليه صياغه الحقوق ووضع الضوابط الفاصله بين كل الاطراف. في لوائح دوليه بتنظم هذه العلاقه، فترات تواجد اللاعبين مع منتخبات بلادهم دي مساله منظمه حول العالم، فليكن هذا الحسم من خلال لوائح الفيفا، لا ده ياخد حق حاجه من حق حد ولا ده يهدر حقه. اتمنى هذا الفصل في هذه القضيه. ميدو جابر لاعب الاهلي اللي كان مصاب تعرض لشد في العضله الخلفيه، بدا تدريبات خفيفه انتظم فيها النهارده، وغاب في المباراتين الاخيرتين امام كامبالا وامام حرس الحدود. مايكل ليندمان مدرب الاحمال البدنيه في الاهلي عمل اجتماع مع الدكتور خالد محمود طبيب الفرقه خلال المران الجماعي النهارده، تم التنسيق حول الحمل التدريبي والبدني الخاص باللعيبه المصابه واللي راجعه، ويبان في سطرين لكن مهم جدا، هذه هي الاحترافيه. ايوه، مخطط الاحمال والدكتور عشان ما تتوهش الاصابات بينهم الاثنين، لازم يبقى في اتفاق، اعلب الحمل، خفف الحمل، الاصابات دي بسبب كذا، مش كل واحد الثاني يجي يقول له فلان ده يبقى احمله كذا، فلان ده احمله كذا، هذا كلام احترافي. طيب بمناسبه المصابين، رامي ربيعه المدافع الدولي المصاب منذ فتره بدا تدريبات الجري حول الملعب والتدريبات التاهيليه خلال مران اليوم. رامي ادى تدريبات الجري ثم ادى بعض التدريبات الخاصه بكره، وهي المرحله الثانيه من برنامج التاهيل. لا ده ولا صوب على المرمى، اه دي اهم حاجه انه يبدا يشوط. ما هو العضله الضامه دي لا يمكن لو في حاجه انه يقدر يشوط. حراس مرمى الاهلي في احسن حاله، كابتن مصطفى كمال مدرب حراس المرمى قاد المران القوي للفريق. مصطفى كمال الحقيقه يعني انا لاحظت انه في السوشيال ميديا مجرد ما الشناوي مستواه غلط او اهتز في كورتين بدا التعنيف الشديد والنقد الجارح جدا لمصطفى كمال. مش هيخلص، اه مش هيخلص، انت بتعيش من بتنافس حاجات ما انتش قدها. الحقيقه كارترون لما اتكلم بعد المباراه في الجزئيه بتاعت الشناوي قال اه حارس المرمى راجل دولي وراجل حارس له قيمته بس غلط ومش في يومه، والناس لازم أن تفهم كده. ما هو الكوره يا جماعه اي حد معرض للخطا، في فرق بين ان واحد مستواه ينزل في مباراه واثنين وثلاثه واربعه فيبقى ده هذا او هذه الاخطاء نتاج هزه في المستوى او عدم جاهزيه او في مشكله فنيه، وفي فرق بين ان مباراه يغلط غلطه او اثنين او اثنين او اكثر. في النهايه هذه لحظات اي حد وارد يتعرض لها في اي شغلانه مش بس في الكوره، فارجوكم ما تعتقدوش ان لاعب الكوره آله مش هيغلط، لا. كم فرود بينفرد بالمرمى ويضيع فرص غريبه جدا وعجيبه، كم مدافع ما بيعرفش يمسك صح او بيسهى عليه او تمركزه خاطئ او بيتسبب في خطا، كم لعيب في نص الملعب بيسهى عليه وما بيضغطش فبتروح علينا هجمه وتيجي جون. ليه حارس المرمى مجرد ما يخطأ في واحده ما طلع لهاش او تقديره كان خاطئ؟ لان هي دي الغلط، الغلط ده
بيوصل لحصاد المباراة. اوكي ماشي، بس في النهاية لا يجب ان انا اقيم المستوى على الغلطة. انت عايز تقيم؟ عايز رأيي؟ قول لي عايز رأيك. اتفضل. طب انا في موضوع اما اجي اقيم الشناوي عشان اقول مصطفى كمال كويس ولا وحش، لو انا لقيت ان اللياقة البدنية واللياقة بتاعة رد الفعل والحركية بتاعة اللاعب مش عالية، يبقى خطأ تدريبي. لكن في اللياقة الذهنية دي قصة لاعب. لما تيجي تشوف ان الشناوي هو بيطلع بكرة بإعجاز بطراطيف صوابعه من تحت العارضة، وبعدين يغلط غلطة ان تعمل الكرة من ايده على قدم لاعب كان يحدث منها هدف، والماتش الثاني راح، هذا خطأ لو اتحلل هنخرج منه يا اما خطأ في التركيز يا خطأ في التكنيك. هو انت رايح تمسكها؟ لا، انت كنت لازم تروح تزقها، فاهمني؟ لو رايح يمسكها يتقال له روح زقها، لانه ما كانش فارد ايده، كان عامل كده. يعني ما انا شفتها بالبطيء، فما عمل كده هي نطت قدامه، نطت قدامه عدت منه، لكن هو لو رايح بيدفعها كان هيلحقها. اذا يا تكنيك يا حاجه في كده. يبقى هنا نقدر نعرف هي غلطه لاعب كان سرحان، ولا غلطه لاعب اراد ان يجود ويزود من عنده انه يمسكها، يعني استضعف الكره وقال لك لو مسكتها شكلي هيبقى حلو، ولا اطمأن للنتيجه يعني رخرخ، ولا هو فعلا في التكنيك. الكاف اعتبر صد الشناوي الصد الافضل في الجوله اللي هي تحت العارضه. طيب ما هو في نفس المباراه، ما ده اللي بقوله. لا، اللي كانوا محاولتين ورا بعض، ما ده اللي انا اقوله. ده اللي بقوله ايه؟ اذا في رد الفعل، هو رد فعله عالي جدا. دي اللي كانت الارضيه، اللي كانت على الارض، اللي كانت على الارض واحده كده واحده كده، اللي في العارضه دي ماتش اللي قبليه. لكن انا عايز اقوله هي دي النقطه. طب عشان اوصل ان غلطه المدرب، يبقى لو خطا في التكنيك انك لما تمسكها لازم تفرد ايدك، ما تعملش وتزق ما تمسكش، يبقى ده تدريب. لو هو خطا نوع من التعامل المسترخي مع لعبه، يبقى ده خطا اللاعب. عشان نبقى فير بس ومنصفين، لان انا الشناوي اخشى ان نفضل برضو لما نفقده ثقته زي ما فضلنا ورا شريف. اخطا الشناوي. ايوه الشناوي اكتر واحد بقى يعرف غلطته دي سببها ايه، اكتر واحد، مش مدربه. مش مهندس حتى لو مفيش سبب، يعني عايز اقول لك على حاجه، مفيش سبب لو انا طالع واتزحلق. لا، حتى لو مجرد خطا في لحظه سهوه، يعني سوء تقدير موقف، يعني لو مستهتر يتقال له لا ما تستهترش. طيب ماشي، انا اللي انا اقصده هذا خطا حدث وسيحدث كثيرا. ما ينفعش يا جماعه نقيم حد حارس المرمى مركزه صعب. ماشي، بس الناس لازم تفهم انه بيخش فيه مفيش جول. حارس ما بيغلطش. يعني لو انت 2-2 الشناوي ده كان هيشوف ايام وحشه قوي. طيب ما هو كان في نفس المعيار نتكلم على الفراوده اللي بتنفرد وتضيعها. ماشي، يعني هي دي زي دي يا ابراهيم، يعني لا يمكن تكون دي زي دي، لا يمكن يكون جون محكوم ان هو يطلعها من يحطها في الحته دي والتاني مسؤوليته انه يطلعها من الحته دي. يعني انت بتحصر الملعب كله قدام حارس المرمى ان الفرود كده، اقوم يغلط الحارس يبقى هو ما بيعرفش، والمدرب بتاعه ما مش مدرب. ما هو ده اللي انا ضد فيه، ما احنا قلنا اتفقنا يا ابراهيم. يعني هو ما فيش خلاف بيننا. بس انا بزيد في الشرع عشان اقول لهم امتى تبقى غلطه التدريب، لو هي خطا في التكنيك في الحركه في ناحيه فنيه، يبقى ده مسؤوليه مدرب. لكن خطا من اللاعب اتعامل باهمال او باستهتار او بسرحان، يبقى خطا لاعب. طيب وخطا في التكنيك بالنسبه لحارس المرمى، يعني المواقف المتراكمه هو استفادها من مشاركات كتيره ومن تدريبات مع كل المدربين، يعني ما فيش مدرب لوحده مع الحارس حاليا. طبعا ما هوش اللي عمله، هو اللي هيعمله محمد مصطفى يعني جمال، مش هو اللي عامله بالظبط، ولا هي قياساته البدنيه ولا احمد ناجي وهكذا، كل واحد اضاف للحارس بتاعه إيه؟ بالتراكم. المدرب قياساته البدنيه وتعليماته الفنيه. انت عارف الجون الاولاني جه ليه؟ لما تقعد مع استديوهات التحليل يقول لك اما الكره تبقى من بره، المدافعين عشان يدوا فرصه لحارس المرمى يطلع ويمسكها لازم يقفوا بعيد، ما يبقوش في حضن ال6 يارد. طب احنا الجون الاولاني جه ازاي؟ ما جه كده،
ايوه الناس وقفت بعيد، وبعدين الكره اتبعتت في مساحه، في مساحه اتعملت كويس قوي في المساحه اللي في ظهر الديفنس بتاعنا. أيوة. فلا الحارس يطولها ولا انت لحقت تغطيه. هو احنا ليه ما نقولش ان الناس لعبتها؟ طلع ورجع. ما هو طلع ورجع يبقى خلاص خلصت. طلع ورجع يبقى ده خطا. ايه خطا منه؟ تقدير الموقف. تقدير الموقف. بس ويحصل، ده اللي انا قصدي عليه. طيب يحدد برنامج الاهلي في الفتره اللي جايه، فتره توقف الدوري اللي هتكون عشان منتخب مصر يستعد للقاء النيجر يوم 8. المدير الفني للاهلي اعلن برنامجه، وما اذا كان الفريق هيخوض مباراه وديه خلال هذه الفتره ولا لا، هيبدا يتفق عليها مع الجهاز. والمفروض انه الاهلي هيلاعب باذن الله الانتاج الحربي يوم الاحد 9 مساء في ملعب السلام. الوطن بتقول الاهلي يخمد غضب محسن بوعود جديده. وهنا مروان محسن مهاجم دولي، مهاجم كان مهاجم منتخب مصر في كاس العالم، كون انه الفتره اللي فاتت ما هواش جاهز بالدرجه الكافيه، وليد ازارو جاهز وشغال وصلاح محسن طالع ولعب كويس وبيسجل، فده بياخد فرصه وده بياخد فرصه بما لا يضير مروان محسن. فمش مش مش وجيهه ابدا ان انا اقول انه مجرد ما الاهلي قال له ركز واشتغل وفرصتك موجوده يبقى لا، ده بيدي له وعود. ما هياش وعود ولا اخماد لغضب ولا ثوره ولا نار ولا غيره. يا جماعه الاهلي عنده 25 لاعب زي كل نادي ما عنده 25 مع الناشئين ربما اكتر. غير معقوله انه كل مره التشكيل هيتعمل ندور على لاعب ما لعبش مقموص وعايز يمشي وغضب وثوره والاهلي بيضحك عليه. ده معنى كده ان اللعيبه كلها هتمشي. يعني غير معقول هذا التركيز وهذا الاستهداف الواضح. ركزوا في كل يا اخوانا، هو في لعيبه محترفين منتخبات بلاد ما بتلعبش في الدوري المصري ومحدش بيسمع عنهم، ما فيش حد بيجيب سيرتهم. مروان محسن مش عارف يا اخي بلدي. انت عارف بقى توقيع بلدي. وبعدين لو خد مروان محسن كانت النغمه اللي قبلها. صلاح محسن، صلاح محسن ابو 40 مليون. مش دي اللي كانت شغاله ولا ازارو؟ شوف مساله ان اللعيب في النادي الاهلي هو اللعيب الوحيد الذي لا يقبل المنافسه مش معقوله. صحيح. هل اللعيبه كلها مش عارفه انها بتخوض منافسات مع لعيبه لا تقل عنها؟ طبعا. ده احنا النادي الاهلي يا اخي. طب خد ديت. هات. الشروق الاهلي يرفض عوده صالح جمعه. قولوا لي بالله عليكم دلوقتي القايمه ما فيش قيد. قايمه الاهلي فيها 25. صالح جمعه معار للفيصل السعودي، فيه مشاكل في قيده في السعوديه. لكن مين قال الاهلي اولا هو عقده مع الاهلي ساري؟ يعني هو على قوه الاهلي، على ذمه الاهلي. يعني يوم ما يمشي هيبقى في الاهلي. بالظبط. يعني يرفض عودته هيوديه فين؟ يعني هيوديه السجن؟ لا هيقدر يقيده دلوقتي يرجعه للقايمه بتاعت الفرقه لانه ما فيش قيد. وثانيا حتى لو تم فسخ عقده في السعوديه يا عم ده تمهيد ان يعمل لك مشكله بس. فبص بقى، الاهلي يرفض عوده صالح جمعه، مشاكل اللاعب وعدم التزامه يفتحان باب رحيله نهائيا. يا جماعه ما فيش قيد، الباب مقفول. يرجع او ما يرجعش صالح ده قرار الجهاز الفني، بس هو حاليا لا ينفع يرفضه ولا من حقه يرفضه لانه عقده مع الاهلي ساري الى ان يتم البت في موقف او مساله اعارته. بقى لاعب تم فسخ عقده في السعوديه. ده موضوع ما يحتاجش مننا رغي كتير لانه من ضمن المناهه ده، ها، ومن ضمن التوقيع اللي بيوقعوه بينه وبين لعيبتنا ابراهيم. لان اللي انت بتقوله ده بديهي ومنطقي جدا. لعيب ما فيش فتره قيد، والاهلي ما طلعش من عنده حد صرح هذه التصريحات. السبب ايه بقى في الكلام ده غير التوقيع؟ عندك تفسير تاني؟ لا. اللجنة المركزية المؤسسي اللي بتحظى باهتمام وتفاعل وحماس الأعضاء، وأرجو وأتمنى إن ده يستمر ويتزايد ويتلاحظ الفترة اللي جاية. الجمعية العمومية 28 سبتمبر. أعتقد إن كل عضو في النادي، كل غيور عن النادي الأهلي، كل حريص على مستقبل النادي الأهلي، كل واحد مهتم بصورة النادي الأهلي، لا يليق ابدا ان الاهلي يفضل يشتغل ويحكم باللائحه الاسترشاديه.
زيه زي أندية صغيرة وزيه زي مراكز الشباب. إذا كانت الظروف حالت فيما سبق دون عقد جمعية عمومية وإقرار لائحة نظام، فها هو مجلس الإدارة الحالي وضع لائحة الجميع أشاد بيها. أنا سعدت جدا لما سمعت آراء لناس يوصفوا أو يوصموا بأنهم معارضين في النادي الأهلي. أكتر من حد كلمني على آراء لناس كتيرة سعيدة جدا. ده أنا انبسطت جدا مثلا ما ليه الحسيني طلع اللي هو محمد الحسيني سمعت من أكتر وأشادة. من حد ده دليل إن ما تبقى المعارضة سعادة يعني في موضوعيتها، إن هو لما يستنكف إنه يشير قال لك إحنا كنا خايفين منها واكتشفنا إن صحيح. الناس قعدت معانا وسمعت كلام وعدلت حاجات في شفافية يا أستاذ إبراهيم. الطرح بيضمن الشفافية. وأنا قلتها قبل كده وكتبتها وهكررها، هذه اللائحة لو ما فيهاش غير فكرة المجلس الانتخابي لكفى مجلس الإدارة الحالي أو واضعي هذه اللائحة كل التقدير والاحترام والاحترام. وديت للجمعية العمومية أنها كل واحد يا جماعة بيقعد على الكرسي بيبقى حريص يرتب إزاي يستمر في المكان. الله ينور. فأنتوا متخيلين أن في مجلس وهو موجود بيدي الجمعية العمومية سلطة هي اللي هتدير الانتخابات بالمعنى الأصح، لأنه هتنتخب مجلس انتخابي من 7 أفراد أساسيين و7 احتياطيين بينهم رجال في الهيئات القضائية من أعضاء النادي، وتوكل إليهم عملية الإشراف على الجمعية العمومية من أول ما يفتح باب الترشيح لغاية إعلان النتائج النهائية. وهيجوا بالانتخاب هيبقوا منتخبين ودورهم منظم ولائحتهم محددة، وحتى عملية التصعيد من العناصر الاحتياطية للعناصر الأساسية اللائحة منظماها. فأنتم متخيلين أنه هذه الاشتراطات لمجلس انتخابي يشرف على انتخابات مجلس موجود في السلطة. عشان كده بقول لكم هذه خطوة فيها من الشفافية وفيها من الحرص على صورة النادي ما يكفي تقديرا. والحقيقة فيها كمان أيضا قدر كبير من الثقة بالنفس. طبعا طبعا. والحرص على النادي، لأنه أنتم بتتكلموا ده مجلس الإدارة هو بيحط دستور النادي، بيحط دستور النادي للسنوات الطويلة اللي جاية إن شاء الله، مش للدورة دي ولا الدورة اللي بعديها. فأتمنى بإذن الله مزيد من الحماس، مزيد من التفاعل، مزيد من الاهتمام بشرح البنود يا باشمهندس والمواد للأعضاء. يعني أتمنى تفعيل فكرة ورش العمل وندوات النقاش مع الأعضاء في مختلف لجان النشاط في النادي تاخد حيز أكبر من كده ويبدأ التفاعل يبان إن شاء الله. وأهم حاجة يعني المجلس عمل اللي عليه، الناس اللي بعتت الاقتراحات عملت اللي عليها، الأعضاء الذين تفاعلوا، الإعلام للأسف الشديد أنه الإعلام الأهلاوي فقط الذي يتحدث في هذا الأمر الآن، رغم أن هذا الأمر يخص مصر كلها. إنما الإعلام قايم بدوره عشان يوضح ويفند حتى القناة. كل يوم بيجي عضو مجلس إدارة، امبارح كان الأستاذ طارق قنديل والنهارده الأستاذ محمد الجرح. ففي باستمرار حد بيطلع وبيركز على البنود اللي هم اتعدلت وكان عليها اللغط. ايوه. وقالوا كان الهدف منها ايه، وبعد التعديل بقت اكثر وضوحا وصلت لايه. هو ده طرح المجتمع. فلما هتيجي لائحه هتبقى كل الناس قالت رايها. هنا مفيش تصنيف بقى معارض ومؤيد، انت بتاخد لائحه للمجلس. كان عيب اللائحه اللي فاتت انها لائحه تعبر عن المجلس. اليوم هي لائحه تعبر عن الجمعيه العموميه، لان قالوا رايهم فيها وعدلوا حاجات فيها. ده بقول لك انت بالاضافه الى انك انت عجبك جدا طبعا وانا معاك فيها المجمع الانتخابي ده، لكن انا عجبني كمان جدا البنود الخاصه بالاستثمار، انها ارجعت الى الجمعيه العموميه حقها وقوتها. ما فيش حد يقدر يعمل شركه الا اذا كان الجمعيه العموميه تعتمد ان هذه الشركه سيكون لها الاغلبيه للنادي الاهلي. تمام. مواد كلها بتعظم دور الجمعيه العموميه. لما ناقشنا اللائحه هنا استوقفتنا ماده، اتمنى ان الكل يذكر او القائمين على فرص التعديل في المشروع فكره مين من حقه يغير في هذه اللائحه. اضافه او تعديل اي مواد بعد كده بعد اعتمادها من الجمعيه العموميه في اللائحه، احدى المواد ادت الحق لمجلس الاداره. لا
اديته الحق انه يقترح. لا لا ويه حق. لا يا سيدي لا، قال لك على ان تعتمد من اول جمعيه عموميه. لو الجمعيه ما اكتملتش. اي ليه لو ما اكتملتش؟ ايوه مش قال لك. طيب ما خلاص بقى هتعمل ايه؟ قال لك لو 5000 النصاب القانوني 5000. اذا لو ما اكتملتش ده في الجمعيه العموميه الغير عاديه. لا من العاديه 2000. لو جمعيه دعيت الى اجراء تعديل على اللائحه. لا هي مش هتدعى، هو بقول لك اول جمعيه اقرب لا جمعيه. احنا طلبنا كده بقى. احنا طلبنا العرض على اقرب جمعيه. ما كانت كده، ما كانتش كده. لا جمعيه عموميه غير عاديه لاجراء تعديل او مجلس الاداره بموافقه ثلثي الاعضاء. وده ساعتها احنا قلنا يا جماعه خلي الحق المطلق في اجراء اي تعديل في اللائحه فقط للجمعيه العموميه. وليه يا ابراهيم؟ بس انا كعضو مجلس اداره لو عندي اقتراح عايز اقدمه للجمعيه ما اقدمه. اقدمه للجمعيه. طيب ما هو انت بتقدمه. أيوة انت لا. بتقدمه بثلثي المجلس، يعني المجلس النهارده لو عايز يقدم كويس. اقتراح بتعديل هيبعته للجمعيه العموميه بس. كويس. لو الجمعيه ما اكتملتش ده اللي انا بقوله، يرجع مجلس الاداره يوافق، ده اللي انا معترض عليه. طيب عايزه يعمل ايه بعد كده؟ تعرض على اقرب جمعيه عموميه. بحيث انه لا ما اكتملتش. لازم هتكتمل. مش لازم. لا الجمعيه لو ما اكتملتش. الجمعيه العموميه عمرها ما بتكتمل، العاديه. يا سيدي لا، الاجراءات الحاليه نزلت بالنصاب في العاديه ل 2000. طيب ما طول عمرها كده، العاديه طول عمرها كده. لا دلوقتي بتكتمل، بس حتى لو ما اكتملتش العاديه تفوض مجلس الاداره بس خلاص. خلاص يبقى انت فوضتها في الجمعيه العموميه العاديه، لكن ما يبقاش مجلس الاداره. بص على القدام شويه. ايوه ما انا ببص انا معاك. اي بند دلوقتي انت موجود فيه، اذا اديت الحق لمجلس الاداره في اي مجلس اداره موجود مش عاجبه تشكيل المجلس في الجزئيه الفلانيه هيغيرها. مش عاجبه بند الثمان سنين لو موجود او لو مش موجود هيضيفه. اذا لو خلاص انت دلوقتي الخلاف محدش انت عايز تاخده قبل ما يروح الحق للمجلس، عايز تاخده على خطوتين بدل خطوه. ايوه كامله. يعني جمعيه غير عاديه تحيل الامر الى جمعيه عاديه. ما اكتملتش اقرب جمعيه عاديه. ماشي. انما خلاص انا موافق معاك على كده. يلا غير. ده دستور ما يبقاش من حق اي مجلس امعانا ان برضه ما يبقاش الاغراض الشخصيه تحرك تتدخل. صح. ترتيبات المستقبل على كل الاصعده، كابتن فتحي مبروك في كلام مطول وتصريحات مهمه ليه عن ترتيبات قطاع الناشئين في الموسم الجديد وعن اختبارات الناشئين الجداد في الاهلي ازاي صارت. قال الكابتن فتحي انه تقدم للاختبارات تخيلوا كام؟ 23,000 ناشئ. 23,000 اسره حلمت ان ابنها يلعب كوره في النادي الاهلي. تقدموا للاختبارات خلال الصيف الجاري زي ما بيقول الكابتن فتحي كان من المستحيل ضم عدد كبير من هؤلاء اللاعبين للقطاع، علشان كده اخترنا الأكفة دون تفرقة بين ناشئ وآخر. وبيقول فتحي مبروك انه كانت المعايير موضوعية بحتة وبذلنا فيها مع المدربين جهد كبير جدا في الانتقاء. في اختبارات كانت في المحافظات من خلال الأكاديمية، نجح 144 لاعب في اجتياز الاختبارات الخاصة بالناشئين، نجح 178 في اجتياز اختبارات البراعم. حاليا المدربين بيقوموا بعملية الغربلة لاختيار الأفضل منهم، ويرى الكابتن فتحي أن قطاع الناشئين بيضم عدد كبير من اللعيبة الصاعدة أصحاب المواهب العالية. أشاد رئيس قطاع الناشئين في الأهلي بدور مجلس إدارة النادي ولجنة الكرة برئاسة الكابتن محمود الخطيب وحرصهم على توفير كل سبل النجاح للقطاع وحل جميع المشكلات. اعتقد فكره مجلس الاداره. وانا بس بس عايز اقول اقتراح على موضوع الغربله بتاعت الناشئين. انا مع كابتن فتحي طب انا جاي لي 33,000، مش معقوله المواهب هو بس اللي اخترتهم، ضروري في مواهب تانية انا ماشيهم وانا على فص عيني لان مش قادر اخدهم. ارجو ان يكون يعني في تخيير ان نعمل كيان تاني، كيان احترافي اسمه اعداد اللاعب ان يكون لاعبا محترفا. ما هوش في صفوفي، لكن انا عندي زي الاكاديميه تعلم الموهوب غير موهوب. انا عايز اعمل بقى حاجه للموهوبين اللي ما دخلوش على الفرق بتاعتنا ويقبلوا انه يستنوا معانا لمده سنه او اتنين، يبقوا الاهلي يا ياخد منهم يا يسوقهم. فتبقى خطوه تانية القاعده بتتسع معاك فيها، وتبقى برضو صرفه على نفسها لان فيها غرض تجاري. تمام. كابتن حسام عاشور كابتن الاهلي ونجم خط الهجوم في الفريق غاب عن المشاركه في التدريبات النهارده وخضع لفحص طبي
قبل انطلاق المران المسائي لتحديد مدى قدرته على المشاركة في المران. اكتفى بجلسة استشفائية في الجيم. وحسام كان أصيب بكادمة قوية في الظهر في المباراة الأخيرة. يا جماعة، إصابة حسام عاشور وسقوطه على الأرض، في لقطتين بصوا عشان تشوفوا قيمة الأهلي وسر الأهلي وسبب انتصارات الأهلي. اللي قدامكم ده اللي نايم على الأرض واقع من الخبطة اللي في ظهره حسام عاشور، اللي بيبوس على راسه تقديرا وعرفانا وامتنانا واحتراما أكرم توفيق. الاثنين ربما يكون عند البعض انه مشاركة حسام عاشور دايما ما شاء الله تحجب فرصة هاف ديفندر زي أكرم توفيق لاعب وسط مدافع، بس شايفين الروح، شايفين روح التقدير الكبيرة جدا من لاعب بديل للاعب الأساسي. لقطة صادقة ما فيهاش أي تمثيل، يعني بيبوس على راسه احتراما وعرفانا، ما كانش عارف ان هو بيتصور، بس بصوا على المعنى اللي في الصورة. لو شوارب في صورة تانية، عمرو السولية لما طلع مصاب اهو، برافو عمرو السولية لما طلع مصاب يا باشمهندس، واضح ان في كدمة شديدة في الانكل. اللي بيفك له رباط الجزمة هشام محمد، اللاعب البديل معاه في نفس المركز. هذا يعني يلخص الاهلي، ده خط النص الاربعه الأهلي اللي بيلعبوا، والاحتياطي يعني عمرو السولية وحسام عاشور بيلعبوا دول الاحتياطي، هشام واكرم توفيق. شفت الروح اللي هي بتصنع كل هذه البطولات وتواضع. ايه الجمال ده؟ هذا هو الاهلي يا ساده اللي عايز يتعلم حاجه بقى. عشان كده اللي ما عايز يكابر ويهابر، يعني عشان حالة الحب اللي الأهلي فيها ديت من 12 سنة، 12 سنة بالظبط، لعيب في نفس الملعب وقع فضت روحه إلى بارئه. من 12 سنة رحل محمد عبد الوهاب. أيقونة الحب في هذا الجيل اللي قال كلمة قبلها، يمكن الأهلي عمره ما خلف معايا ميعاد فأنا لا يمكن أخلف ميعاد معاه، وتوفى والشيك بتاع النادي الاهلي في محفظته اللي واخده قبلها باربع ايام، خدوا منك قبلها باربع ايام، باربع ايام ما اتصرفش، لقوه متطبق ومحطوط في محفظته، مش متلهف. ايوه، بكره 31 اغسطس الذكرى ال 12 لرحيل محمد عبد الوهاب. ربنا سبحانه وتعالى يصبر اسرته واصدقائه وزمايله ويجعل مثواه الجنة يا رب إن شاء الله. رحمة الله عليه، كان واحد من اللي ما لعبش فترة طويلة ولكن بصمة، سايب بصمة عميقة جدا جدا عند الجميع. يعني غرورقة حلوة دي؟ طبعا. ها؟ غرورقة. عيون مانو جيسيوان يتحدث معه عن محمد عبد الوهاب، وأنا كنت بعمل معاه حلقة في قناة الأهلي، وقال لي يعني أنا الراجل أنا عندي كان حاجة و60 سنة. وقتها عندي 68 سنة ولا حاجة، وهو عنده 22 سنة. يعني أنا موجود وبتكلم وعايش وهو يموت بالطريقة دي، وراح اختنق بالحياة. أنا عايز أقول لك حاجة ولا بلاش؟ أنا واحد من الناس انهارت يعني وأنا في المستشفى، لأن أنا كلفت إن أنا أبلغ أسرته، كانوا جايين على أساس إنه عايش، وقالوا لي اعمل معروف هيجوا يلاقوه مات في المستشفى. ازاي تبلغهم بقى؟ قلت له مش معنى انا يا جماعه. قالوا يا عدلي ما انت تعرف محمود أكلم. محمود اللي هو كان بمثابه خاله اللي بيتفاوض عنه كل حاجه، فوالدته مش لازم يتمهد لها ان الوضع خطير جدا بحيث تيجي ما تبقى مش متفائله قوي. عملية كانت تقيلة عليا جدا جدا جدا، ولذلك أنا حسيت وأنا بعد ما خلصتها ما حسيتش بنفسي. وجه محمود ده متصلب متشنج عامل كده. رحمة الله عليه، شخصية رائعة وجميلة، وكان لعيب دمث الخلق ولم يخلف وعدا مع النادي الأهلي. محمد عبد الوهاب نجح في الحصول مع الأهلي على 10 بطولات، منها 7 بطولات مع الأهلي وثلاث بطولات مع منتخبات الناشئين. شارك مع الأهلي في 26 مباراة في الدوري،
وفي دوري ابطال افريقيا شارك في 9 مباريات، في كاس مصر ساهم في فوز الاهلي بالبطوله في 2005 2006. استحق محمد عبد الوهاب نعي كل زمايله ليه، احساس كل زمايله باسرته، متابعتهم، الاطمئنان عليهم. من 12 سنه رحل محمد عبد الوهاب، لكن اعتقد لسنين طويله مفيش حد بيحب النادي الاهلي هينسى محمد عبد الوهاب، اللي من كتر حبه في النادي الاهلي وارتباطه في النادي الاهلي ورفضه وشه عروض لغايه اللحظات الاخيره، كان في ضغوط على ان هو يروح الامارات، كان في اغراءات كتيره انا اعلم الكثير منها يا باشمهندس، لكن وقتها الراجل ادى كلمه احتفظ بها للنادي الاهلي، عشان كده مات في النادي الاهلي. اسامه حسني كابتن الفريق وقتها واحد من زملاء محمد عبد الوهاب نعاه في ارض الملعب داعيا له بالرحمه والمغفره، نفكر حضراتكم بيها. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم لك الحمد يا فاطر السماوات والارض، اللهم لك الحمد يا بديع السماوات والارض، اللهم صل على سيدنا محمد سيد المستغفرين، اللهم صل على سيدنا محمد سيد أهل الأرض وأهل الجنة أجمعين. اللهم اغفر لأخونا محمد عبد الوهاب وارحمه، اللهم اغفر لأخونا محمد عبد الوهاب وارحمه، اللهم اغفر لأخونا محمد عبد الوهاب وارحمه. اللهم يسر حسابه ويمن كتابه، اللهم يسر حسابه ويمن كتابه وثقل موازينه يا رب العالمين. اللهم ثبته عند السؤال، اللهم ثبته عند السؤال، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، اللهم ارحمه برحمتك التي وسعت كل شيء، اللهم ارحمه برحمتك التي وسعت كل شيء، اللهم ارحمه برحمتك التي وسعت كل شيء، اللهم ارحمه برحمتك التي وسعت كل شيء. الف رحمه والله حتى عليها. الان اشعر قلبي عارف وجل القلب صحيح يعني. وسامة بيتكلم هو صوته متهدج متاثر طبعا. لا مشهد كانوا سهرانين بيسجلوا اغنيه لسيد في الملعب بيتمرن في المهرجان ليلتها الليله اللي قبلها وبيتمرن تاني يوم. الف رحمه ونور عليه. عموما ما دمنا بنتكلم عن اللايحه وعن الشد والجذبه قلنا كده قالوا اطلعوا من البلد، كلام مهم بعد الفصل. اهلا بحضراتكم من جديد. مع مجلس الاداره الماضي برئاسه المهندس محمود طاهر، لو تتذكروا حضراتكم ابان مناقشه مشروع لائحه النظام الاساسي. ملك وكتابه كان له موقف وكان له وجهه نظر، وكانت وجهه نظر منحازه لمصلحه النادي على الاقل من وجهه نظرنا في بنود اللائحه وفي نصوص الجمعيه العموميه. حتى لما اجتمعت للانتخابات أكدت فعلا أنه المسألة كان فيها من المخاوف ما يكفي لإقبال هذه الأعداد الكبيرة جدا من أعضاء النادي والتصويت بما أفرزته أو بما أسفرت عنه الانتخابات. وقتها ملك وكتابة المهندس عدل القيعي أثار فيها في أكتر من حلقة خطورة الاختراق الإعلامي للنادي الأهلي، احتديت في احدى الحلقات بشكل عنيف جدا وتقريبا ذكرت اسماء من سنه بالظبط. طيب يمكن هو ما يفتكرش. لا ما يفتكرش ازاي، بس فكر الناس. نحاول نفكره باللي اتقال وقتها عن خطوره الاختراق في الاهلي. والاختراق
والاختراق ينفع النادي الاهلي يبقى مخترق؟ النادي الاهلي مخترق 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 مخترق. ارد عليك النادي الاهلي مخترق 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 في اجهزته العامله ومخترق في اعلامه. خلاص انا ما تفصلنيش، انا مش بقبل. لا انا دكتاتور في دي، ده رايي. لا هقول رايي، النادي الاهلي ما هي وجهه نظر، وجهه نظر. النادي الاهلي وانا قلت لمحمود طاهر الكلام ده من سنه ونص يا باشمهندس، واللي ماشي قدام محمود طاهر في مدينه نصر صلاح يحيى شريعه وسام خليل. ما تقوليش انه مش مخترق. اهدى عليها بس، لا مخترق. اهدى عليها بس. ايه اللي مش مخترق؟ انا لما اجي اتكلم والشياطين اللي كنت بتكلم عنهم ما كنتش فاكرك فيهم خالص. انا بس انا عايز بس اوضح عشان ما يبقاش انا قلت كلمه لا تقربوا الصلاه واسكت. اتفضل. يعني كمل. دايما لما اجي اتكلم عن اختراق، هذا الاختراق ينتج عنه مصايب. ما هي دي مصيبه. لا دي واحده. لا دي مصيبه. دي مش مصيبه. امال ايه؟ دي من المتغيرات يا سيدي. اصبر. يعني انا اقول ايه يا سيدي؟ انا صبر والله يا سيدي. انا اقول والله احنا عندنا النتائج في الفرق الرياضيه فيها كارثه نتيجة الاختراق ده. انت السنة دي بطل يا سيدي. لا ما يقدروش يلعبوا فادي. طيب ماشي، تيجي تقول لي والله المجلس. بس سيدي اصبر بقى. تيجي تقول ايه؟ تيجي تقول والله هاي. عندي تردي في المرافق. الله عندي عندي مصيبة في الميزانية. يا اخي خلينا اكمل. طب ما انا هتقول لي طب خلي محمد الشرقاوي يقول الانادي الاهلي. مش هو محمد الشرقاوي ده مش في لجنة البرامج يعني؟ سؤال سؤال بس سؤال. في الحلقة دي الأستاذ بدر احتد جدا وبيدافع عن الزميل محمد الشرقاوي وليه حق، وكان شايف انه ربما المهندس عدلي منفعل زيادة او متحامل على محمد الشرقاوي. كان وقتها محمد الشرقاوي مسؤول في القناة. ده انا حتى الأستاذ جمال العاصي انا متذكر بقية الحلقة بيقول لي مخترق. قلت له والله اذا كانت لجنة البرامج اللي في القناة كلها زملكاوية وقاعد فوق محمد الشرقاوي بيعمل ايه فوق؟ وبيحب الاهلي، طب خليه يقول الاهلي نادي القرن. ما قلت له كده، وقلت له خلي اسامه خليه يقول الاهلي نادي. قلت له الناس دي خطورتهم مش النهارده، خطورتهم بكره لما المجلس ده ما يبقاش موجود. ايوه، لان هم دلوقتي موجودين لغرض انه بيخدموا على شخص مش بيخدموا على النادي. ايوه، لما يمشي الشخص علاقتهم بالنادي هتبقى علاقه اللي خدوا اسراره ويطلعوا يحاربونا بيها. هو اللي بيحصل النهارده. طب ما الناس ايه اللي بيحصل النهارده؟ ايه اللي بيحصل النهارده يا استاذ ابراهيم؟ كل كلمه قلناها على ارض الواقع. وخلي بالك لحد النهارده هم شغالين ومحترفين. محترفين؟ محترفين الاختراق لسه. بيقوموا بدور كبير جدا 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 وقلناه، وما بيتكلموش في اي حاجه غير عن النادي الاهلي اللي هو ما يخصهمش في حاجه دلوقتي. ما يخصهمش في حاجه. واخد بالك؟ لكن لازم احلل الكوين. انا قلت لك اعلام الكوين. حط لي اتكلم. شحن رصيد. انا قلت جاهز الكلام. يطلع الاستاذ شرقاوي يتطاول على النادي الاهلي؟ لا، خلافنا مع الكاتب والمكتوب. خلافنا. طيب المره دي يا استاذ، هو هل لما الاستاذ بدر دافع على انه الشرقاوي الراجل مش زملكاوي وانه المهندس عادل القيعي ظلمه، طب ما نشوف الشرقاوي نفسه صنف نفسه الراجل ازاي؟ من وجهه نظري هرجع لك تاني. هرجع لك تاني. الشرقاوي انت اهلاوي ولا زملكاوي ولا ما بتحبش تعلن؟ لا انا على فكره في كل البرامج من سنه 2009 ساعه ما بدات اطلع في برامج وانا بقول انا زملكاوي. حياتي النعمه دي انا زملكاوي. والله بطلع مع كل البرامج وفي قناه النادي الاهلي. السنه اللي فاتت طلعت مع كابتن شادي محمد وقلت انا زملكاوي. الاهلي مش زمالك اولى بيك يا ابني؟ يعني انا عايز حاجه غريبه جدا ويطلعوا يشتمونا. الغريبه بقى التجرؤ بقى. احنا اللي بقيناش بنحب الاهلي وهم اللي بيحبوه. ومشغولين قوي مهمومين على مصلحه النادي الاهلي. وصلناهم الاستهانه يقول لك يعني ايه قيم ومبادئ، ويفضلوا يرددوها لحد ما رئيس النادي وقتها يرددها ابان الانتخابات. والنهارده بيضربوا في الحته دي. والله لا يعنيهم النتائج يا ابراهيم صدقني. يعنيهم الكلمه دي اللي مش هيقدروا يوصلوا لها ابدا. ولا يخترقوها لانها محميه بتاريخ ومحميه بجمهور ومحميه بشعب. هي اشياء لا تشترى. لا تشترى، ان ده تراثك. مش هتقدر تفرط فيه. عشان كده لا يجرؤ. الضرب فيه بقى. الضرب فيه كل ما يجي له فرصه، واخد بالك؟ وتلقيح الكلام والتشويه. وبعدين حتى لما يجوا يقول لك واللي استفادوا
يا راجل اتكلم، ده انت الكوري هيموت. بتعاير ايه بس وتتكلم في ايه؟ ما بلاش الله، خلونا ساكتين. طيب يعني فكره الانتماءات انا ما عنديش حجر فيها، وكل واحد حر في انتمائه، وكل زميل له تقدير واحترامه، لكن ان يقود هذا الانتماء الاخ محمد الشرقاوي انه في برنامج خاص بنادي الزمالك ملياش دعوه بمين اللي بيقدمه ولا بتاع، يعني المساله اقل بكتير جدا من اللي احنا نتكلم فيها، لكن انه يقول اللي انتوا هتسمعوه على الاهلي عشان تسقط ورقه التوت تباعا، عشان تكون دي ورقه التوت الاخيره اللي تعرفه لما المهندس عادل انفعل، ولما قعد يصوت بخطوره الاختراق كان تقريبا مستشرف خطوره الموقف وعارف اللي جاي، وربما كان عنده احساس باللي هيتقال امبارح ولا تسمعوه دلوقتي. واسمع بعد ما يتكلم واقول لك. عايز اقول لك انه دي على كاس خادم الحرمين، والكاس الثاني على كاس الرئيس عبد الفتاح السيسي، قيمتين كبار جدا، راس دوله، اكبر دولتين عربيتين، فالطبيعي ان الامور تبقى ما عشان كده يا استاذ صبحي، عشان الاسمين اللي البطولتين بيتلعبوا باسمهم لازم يتلعبوا، ويتلعبوا مثلا من خلال الزمالك لازم يتلعبوا. ان المفروض ان العلاقه بين مصر والسعوديه مش هتقف او هتبقى مرهونه بمجموعه من الهواه المقموصين من ناس في السعوديه فيرهنوا العلاقه بين مصر، ومصر مش هي مجلس اداره النادي الاهلي. مصر اكبر من اي شيء، ومصر اعلى من اي اشخاص طبعا، يعني مع احترام الشديد لاي اشخاص. ولكن اللي انا مزعلني يا استاذ احمد ان جماهير او بعض جماهير النادي الاهلي، انا مش عايز برضو اعمم على المساله، لا يزالوا في حاله ضلال، لا يزالوا مغيبين عن الحقيقه، اشبه ببني اسرائيل يعني مع الفارق في التشبيه. بعض جماهير النادي الاهلي، ما بقولش جماهير النادي الاهلي كلها، اشبه ببني اسرائيل. في تاني بعد كده، اشبه ببني اسرائيل. بص، الوقيعه الدائمه بين الاهلي وبعض الجماهير، بعض الجماهير واخد بالك، هو بعض الجماهير معاهم، فالبعض الاخر اللي معانا بعض الجماهير عاملين زباني اسرائيل. طبعا عايز يقول لك داخلين في جدول وداخلين في، لكن التشبيه يا استاذ ابراهيم نفسه الغل اللي جواه وهو يتحدث، مجموعه من الهواه تدير النادي الاهلي فتصل به الى نادي القرن، تصل به ان يصبح متصدرا للمشهد الإفريقي، تصل به أن يكون المنافس أو صاحب تبادل الكراسي الموسيقية على المركز الأول في الأكثر تتويجا، تصل به الآن أن يتصدر الدوري في أصعب مواسمه وفي ظل معركة طاحنة على كل محدش جنبه غيره، غير دراعه وجمهوره ومجلس إدارته وأعضائه فقط، معدوش حد حتى الإعلام مفيش، تصل به الأمر وهو يتصدر أفريقيا بعد ما دعبتهم الأمال أن يخرج من أفريقيا فيكسب 4 مباريات متتالية عشان يحدث الصاعقة على مستوى العالم. الناس محترم الظاهرة دي، والفيفا يعلق والكاف يعلق إن الوحيد في أفريقيا اللي خد 13 نقطة. لا، أنت 4 ماتشات ورا بعض، يعني تخسر 5 نقاط في أول ماتشين، تقوم 4 ماتشات ورا بعض تكسبهم داخل وخارج الارض، وتتصدر بجداره. ربنا يستر على اللي جاي، احنا مش بنق ولا لكن بناخد بالاسباب. ما هي الاسباب التي اخذ بها النادي الاهلي؟ انك امشي عدل احترع عدوك فيك، امشي على هدفك، مالكش دعوه اللي يتكلم، ما تسيبش حد يعطلك. لو انت بتجري وهتقعد تبص في للي وراك كده، انت هتتكعبل، هيجي واحد من شمالك يعديك. ما تبصش على وراك، بص على الـ على الـ على الكاس المحطوطه لك او الدرع المحطوطه لك هناك، وخليك متشبع ومتشبث ومتمسك بقيمك وتقاليدك، يحميك جمهور يثق فيك. والنهارده اللي بيعمله هذا الاعلام الزمالكاوي، الراجل ده خد عضويه اعتقد في النادي الاهلي،
هو والاخ محمد صيام اللي كل يوم والتاني يبعت يشمت فينا، اللهم لا شماته. شماته في ايه؟ شماته في ايه يا ابني؟ انت تشمت في ايه؟ انت تحسد ما تعرفش تشمت. انت عليك ان تركز في الحسد، افضل احسد واحقد، لكن انت ما تشمتش، لان الاهلي بعيد قوي عن متناولك. ما هوش ماتش يا ابني، لما يخسر ماتش ما تقولوش شماته ومش شماته. انت وهو وهو دول بقوا اعضاء ها في ظل المجلس اللي موجود، وقلنا خطورتهم ان يتسللوا الى دولاب العمل بتاعك، بقى ياخدوا اللوائح بتاعت تفاكر لما تسربت اللوائح بتاعت عقود اللاعبين، فاكر خلاف علاء عبد الصادق ايه كان ابتدى ازاي مع المهندس محمود طاهر؟ لانه كان فيه وصايا من أسامة خليل على الكورة، فكان بياخد ويعلن. علاء الذي حارب 10 سنوات حتى يأتي بالمهندس محمود طاهر، وهو الذي قدمه قدمه للكابتن صالح. تخيل وانت على يدك، تخيل يأتي اليوم يختلف معاه لما بعد عن كتالوج النادي الأهلي وظهرت النوايا. احنا ملناش حرب مع حد، لكن حربنا هيكون مع اللي يكون واخد موقف ده من النادي الاهلي. هنا الخلاف مع ليه بتقول الخلاف مع الكاتب والمكتوب؟ لان مش عارف تفصلهم عن بعض. هو اللي بيقوله ده مش عارف تفصله عنه. لو هو مثلا الاستاذ محمد سيف كويس، ممكن هيقول راي موضوع النهارده وراي تاني تختلف معاه فيه، تقوم تناقش خلافك مع رايه، لكن صحيح. عارف جوهره صح. لكن واحد عارفه انه بيكرهك وموجود جواك عشان يكرهك، وانه متوظف عشان يكرهك، ويستمر في هذا الامر، يكره النادي الاهلي وهيكرهنا انا بعد كده طبعا، لان انا اللي لقيت هذا النقوص، واللي الايام بتثبت في كل يوم ان كان من الخطوره ان يدفع بهؤلاء الى المشهد الاعلامي والمشهد في دولاب العمل. لما بقول دولاب العمل، هو الشرقاوي ده استاذ محمد الشرقاوي الزميل الفاضل مش كان في لجنه البرامج عندنا؟ ما هو ده دولاب العمل صحيح. امال ده ايه؟ الأستاذ صلاح يحيى كان فين؟ في القناة. في القناة وفي النادي. في النادي وفي النادي المتحدث الإعلامي عن مدينة ناصر. أيوه. إذن هذا دولاب العمل. ناهيك بقى عن ناس ما حدش يعرفهم كانوا ماسكين الوسائل الإعلامية بتاعتنا. فالوضع خطير وما زال خطير، وما زال إذا لما نتنبه يوما بعد يوم، وكل كلمة لازم يترد عليها، لأنه هيفضلوا يلحوا على إن الأهلي ونادي الدولة والحكام والتقاليد والقيم. يعني ايه تقاليد وقيم؟ وهيفضلوا ينخوروا لك في تاريخك ويشككوك، وفي ناس بتحب تسمع الكذبة وتصدقها، فهيبتدوا. فالرد ان يتكلموا كل يوم يا استاذ ابراهيم لازم نرده كل يوم. صحيح. على فكرة الجزئية بتاعت مصر والسعودية والاهلي محدش يعني، ما هو من العبث ان انا اقول ما فيش حد زي مصر ولا الاهلي بيطرح نفسه ولا يجب ولا ممكن يطرح نفسه اي حد ان هو بمحاذاه او بمساواه الوطن. ده مجرد فرض الكلام ده عبث. لكن قضيه السوبر المصري السعودي، الاهلي من احترامه ده موقف بسيط جدا، التزاماته وارتباطاته ووطنيته ومصريته، الامور بيديرها الاتحاد المصري لكره القدم. الاتحاد المصري لكرة القدم الطرف المعني بالمسألة مصريا، يعني اللي بتتكلموا على قيمة مصر، حتى الآن لا بعت ورقة ولا حدد ميعاد ولا أقر حاجة. وتقدروا ترجعوا لاتحاد الكورة. لا هو طلع قال لك أقر. لما طلع أحمد مجاهد الأسبوع اللي فات المتحدث الرسمي قال ما تم الاتفاق عليه بين كل الأطراف إنه المباراة الأهلي بطل الدوري مع الهلال بطل الدوري السعودي والمباراة في القاهرة. طيب ده اللي اعلنه الاتحاد المصري. النادي الاهلي يحترم كل الاشقاء، حريص على تفعيل العلاقات مع كل الاشقاء، يدرك جيدا جدا دوره الوطني الذي لا يقبل لا المزايده ولا المصغره ولا المناقره من حد. لكن كمان لما يطرح، ما هو الاهلي هيلعب السوبر الاماراتي، فكره الشركه الراعيه لاتحاد الكوره لما طرحت فكره السوبر المصري الاماراتي الاهلي والعين حددت ميعاد اول ديسمبر، وده كان ميعاد مناسب وفقا لما رأته الشركة الراعية لاتحاد الكرة في ارتباطات الدوري المصري وارتباطات الأهلي الخارجية.
فإذا المسألة المنسق الوحيد المسؤول عنها الطرف المصري المسير لهذه الأمور هو الاتحاد المصري لكرة القدم. عايزين تغيبوا أنتوا الاتحاد المصري وما يبقاش هو الطرف المسؤول، دي حاجة تخصكم أنتوا، لكن مصريا الاتحاد المصري هو المسؤول أنه يشوف المواعيد المناسبة ويشوف مين اللي يمثل مصر في هذه المباراة أو تلك، وهو اللي بيقرر مع كل الأطراف. لما الاتحاد يقرر وينسق نشوف ايه الالتزام وايه الاقرب وايه المواعيد، لكن ما يبقاش عندي مباراه يوم 8 نوفمبر يفترض ان شاء الله تعالى اوصل لها في نهائي دوري ابطال افريقيا وتيجي تقول لي الاهلي متقاعس. لا يا سيدي، الاهلي ينسحب من افريقيا عشان تنبسط انت وما يبقاش متقاعس. اللي طالع زايد ويقول لك دلوقتي في الفيديو اللي انتوا شفتوه الاهلي والموقف الوطني والموقف غير المسؤول، في موقف غير مسؤول بهذا الحجم؟ لا، كمان في نقطة أستاذ إبراهيم، مجلس إدارة النادي الأهلي لم ينسحب، ولم كل اللي أبداه اعترض على إن بطل الدوري لازم يلعب تاني الكاس والعكس إذا كنا هنسميها سوبر. طيب، وقال وجهة نظره للاتحاد الكرة وساب الموضوع على كده، لا قال أنا مش هلعب إلا إذا حدث هذا ولا اعتذر ولا حاجة أبدا. هو بمجرد ما اعلن ان الاهلي هيلعب ماتش السوبر في الاماراتي اتغير الطرف على طول بقى، ومع احترامي مثلا الاهلي انسحب، ايه المشكله يلعب تاني الدوري؟ انسحب تاني الدوري يلعب تالت الدوري، انسحب تالت يلعب رابع الدوري، انسحب الرابع يلعب خامس الدوري، او ما يتراءى للاتحاد بقى. انما الانتقائيه ان انا اقول طب ما هو الاتحاد المصري يطلع يقول ما هو الهلال اعتذر، مش اعتذر في بيان رسمي، انا عايز العب الاتفاق او الوحده او كلها انديه كبيره وعريقه ومهمه، واخد بالك؟ لكن كمان التلويح بين النادي الاهلي مستقبلا سيفقد مكانته في المملكه السعوديه، لا، الاهلي اذا كان له مكانه هو انت زعحب تاريخه بمواقف وقيم وبتقدير وهذه مساله بتخص ناس كتير وبتخص شعوب مش بقرارات. لم يصدر قرار اتحاد الكره المصري ان النادي الاهلي ده هو نادي تحبه احبه ده وما تحبوش ده، هذه ما يقدرش يعملها، واخد بالك؟ احنا حريصين جدا وسعداء جدا جدا من اول يوم جه المجلس ده، بدليل كل القرارات اللي اتخذت اللي بيتلام عليه النهارده كان في اتجاه تعميق اواصر العلاقه. شاءت الظروف بفعل فاعل بقى لعب في النص عمل ايه الله اعلم، ما كملش المشهد، ما يحصلش بقى خسائر على كل هذه. احنا بنجزر المشاكل لما عماله تتفرع. النادي الاهلي لم يعتذر، النادي الاهلي ترك الامر، الاتحاد مش ترك الامر، ما يقدرش يترك، مش مفيش نادي يترك، حتى مساله ان النادي فلاني عرض على الاتحاد السعودي من 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 ورا ظهر الاتحاد المصري، يعني ازاي يعني؟ يعني انا برضو مش عارف افهمها. ولذلك انا متضايق من صمت الاتحاد المصري، ولو انه صحيح. تحدث ولكن رجع صمت تاني. يعني انا افتكرت المشكله انتهت، لكن الاتحاد السعودي علق وطلع بيان رسمي من نادي الهلال الذي تربطنا به اعظم العلاقات من ايام البطولات اللي كانت هنا وكلهم ناس. يا سلام لما كنا نلتقي الرقي والفخامه والادب والشموخ والحب، بنحبهم وبيحبونا، مش ماتش يعني هنسعى ان هو يبوظ الدنيا. ورغم هذا لم يعتذر النادي الاهلي. اذا كان الاتحاد المصري اتفق على شيء وبلغنا بيه هنلتزم بيه، او اذا اعتذرنا الاتحاد المصري يروح يشوف هو لائحه اذا كانت بطوله ليها لائحه، ولا اذا كانت مباراه وديه يبقى في اطار ماتشات وديه، عشان ما نكبرش الامور، عشان ما نقعدش نوصلها الى سوء علاقات. لانها لو ماتش ودي، طب ما انا رحت لعبت ماتشات وديه في اعتزال لعيبه وانا كنت مخنوق جدا ومزنوق جدا، وقبلت بحفاوه رائعه، واستقبلني المسؤولون كنادي اهلي والجماهير، وعملنا تجربه رائعه في حضور العائلات،
ما تأخرش النادي الأهلي. فأنا عايز أقول النادي الأهلي يا جماعة لا يزج به في الأزمات. النادي الأهلي لا مجلس هو لا يعني دي جميلة أو من هم المحترفون؟ إذا كان الأهلي المتصدر في أفريقيا مجلس هو مرحبا الهواي بس. طيب إن كنت ناسي أفكرك. تفكرنا بإيه تاني؟ الحقيقة في السياق نفسه. كابتن مدحت شلبي مش عاجبه صلاح محسن. يعني أنت فوتت بني إسرائيل دي وتوقيع اللي بيحصل. لا أنت عايزك تعلق عليه، أنا قلت اللي عندي. أنت هل يليق إن الأستاذ شرقاوي أو غير الأستاذ شرقاوي أن يصف جزء من جماهير الأهلي إنه عاملين زي بني إسرائيل في المجادلة وفي يا جماعة سيبك من المجادلة، هو ما كانش التفسير مجادلة، المجادلة ده لفظ أو تفسير منك أنت، لكن الحقيقة أن تصل الأمور في الكورة وفي الرياضة إلى هذا الحد إن في حد يصف جمهور الأهلي. هتقول لي بعض منه، ما هو بعض منه ده جمهور الأهلي يعني عشرات الملايين، يعني ايه بعض منه؟ وايه وجه الشبه؟ ما بيسمعوش الكلام اللي في دماغهم في دماغهم؟ طب هو انت يا اما الناس تقتنع باللي انت عايزهم يقتنعوا بيه، يا اما يبقوا بني اسرائيل. اصل هي بني اسرائيل مش شتيمه لكن هي حقيقيه. اه طبعا. يعني هو بني اسرائيل دي نزلوا في القران انما فكره انك انت عندك اشكاليه معينه النهارده فتقتنع بيها فتحطهم في كفه واحده مع الناس اللي عندها حساسيات شديده من الكلمه دي، اذا انت ما يعني لا يمكن يكون غرضك الجدل. طيب في السياق نفسه ناسي افكرك، دي فقرتنا الثانيه واللي الحقيقه صاغتها كلمه للكابتن مدحت شلبي تعليقا على صلاح محسن لاعب النادي الاهلي اللي لما كانش بيلعب فينا ب 40 مليون جبتوه ركنتوه، ولما يلعب اللي طلع يسال له على مروان واللي يلقح له كلمه واللي يعمل له افيه واللي عايز يتقرب لحد على حساب لعيبه النادي الاهلي. مش هنسكت في ملك وكتابه، احنا عندنا كل الاحترام والتقدير للجميع. احنا من اوائل البرامج اللي حرصنا على ارساء مبدا الاحترام للجميع والاختلاف مع ما قيل وليس القائل، مع المكتوب وليس الكاتب. لكن هنوصل بقى ان احنا كل لعيب نصطاده عشان نهمده او علشان نكسر مجاديف الاهلي في المنافسه بدري؟ لا على مستوى التحكيم ولا على مستوى التعليق ولا على مستوى المسابقات ولا على مستوى القرارات مفيش حاجه هتعدي باذن الله تعالى. واللي بيننا وبين الجميع العدل والموضوعية والمنطقية والاحترام. أتمنى أن هذه المعايير المهنية تكون واضحة وصريحة، وأهلا وسهلا بأي آراء. اللي هيطلع يهاجم واللي هيطلع يجرح واللي هيطلع يسيء كل ينفق مما عنده، لكن هتظل رسالة ملك وكتابة بالنسبة للنادي الأهلي الدرع والسيف. ما حدث كابتن مدحت شلبي نشوفه هو في قناة خاصة كان يتحدث عن الإعلام الخاص إزاي. طب خلينا نكون واقعين في الحوار أكتر عشان نبقى فير في كل حاجة. حضرتك عندك ثلاث قنوات ومودرن عندها قناتين وفي الحياة عندها قناة، بنتكلم كده في إيه، أدي ثلاثة وثلاثة ستة، ودريم عندها قناة أدي سبعة، والأهلي عنده قناة أدي ثمانية. ده اللي موجود دلوقتي في السوق بتهالي، مفيش حد اكتر من كده. هتيجي في قناتين ثلاثه جينا انا عارف، لكن خلينا في الثمانيه دول. تعال نشوف ان بكلام فير وبكلم المسؤولين في الدوله وبكلم الاستاذ سامي الشريف عشان هنتكلم في الموضوع ده كتير، لان ما ينفعش التلفزيون المصري يتاجر على الاعلام المصري. ما ينفعش حضرتك تتاجر عليا، ما ينفعش، لان انا جزء من الاعلام وانت جزء من الاعلام، احنا الاثنين مكونات الاعلام المصري. مفيش حاجه اسمها اعلام خاص وعام، ما فيش حاجة اسمها وزير إعلام دلوقتي، وبالتالي كلنا قنوات فضائية وأرضية تخدم المواطن المصري. كلام رائع وكلام منطقي وكلام في الأصول.
مفيش فرق بين الإعلام الخاص والإعلام الحكومي، كله بيأدي واجب وطني. مفيش وزير إعلام دلوقت، كلنا من مكونات منظومة الإعلام المصري. مفيش فرق خالص بين الإعلام الخاص والإعلام الحكومي. والراجل مشكورا عدد القنوات الخاصة وقتها 8، ومشكورا كانت فيهم قناة الأهلي، ودافع بهذا الحق وبهذا المنطق عن الإعلام الخاص اللي شافه بيأدي رسالة مهمة لصالح الوطن جنبا إلى جنب مع الإعلام الحكومي. بل إنه كابتن مدحت قال مفيش فرق، ده كان الكلام في الإعلام الخاص من خلال شاشة خاصة، الكلام من خلال قناة النيل للرياضة كقناة بقى حكومية. وفيما يخص قناة الأهلي نشوف كان الرأي عامل إزاي. لقطة اليوم هي لقطة غريبة شوية، بس خلينا نشوفها ونعقب عليها. ورينا كده يا محمد ياشر. ده طبعا استاد القاهرة، وبعدين رائد في الدرة في الركن هناك ما يسمى بالاس ان جي، وهذا الاس ان جي خاص بقناة النادي الاهلي التي لا تملك حق البث المباشر. اس ان جي ده يا جماعة عملية للي ما يعرفش في منتهى الخطورة. اس ان جي ده مفترض انه لا يصرح به الا وفقا للقانون من اتحاد الاذاعة والتلفزيون، والا اي واحد ياخد اس ان جي ويعلن انقلاب من اي حته بقى. بتكلم بقى كلام خطير. يعني اس ان جي ده معناه ان انا ببث هواء مباشر خارج سلطه الدوله، هذا امر لابد ان يعاقب عليه القانون. ادي الجهاز بشحمه ولحمه. انا عارف ان السي بي سي عندها كتير قوي اس ان جي، ومحمد بن امين الله يكرمه موفر اس ان جي بوفره كان ما يدينا لدى هذه المؤسسه الكبيره يعني. ولكن كون ان هو يتحط، انا بقول ليه؟ لانه اللي انا قلته ده مش مرتبط بحاجه، مرتبط بان شركه فيوتشر اللي بيملكها استاذ محمد الامين هي اللي مسؤوله، او هي اللي دخلت عشان تشتري مباريات الاهلي، وبالتالي من مصلحتها ان هي تسجل لقطات وكذا وكذا وكذا. قناه الاهلي حاطه اس ان جي، ده خطر على الامن القومي جدا. واللي المفترض يملك شارة البث ويملك التحكم فيما يبث إعلام الدولة، غير كده تبقى خطورة شديدة جدا. عكس كل اللي قاله قبل من شوية بالظبط. ده كده تبقى المسألة في منتهى الخطورة، لأن الأمر كان يتعلق بقناة الأهلي. طيب لما الأمر يتعلق بشارة البث في قناة خاصة بس مش قناة الأهلي، هل تبقى خطر ولا مش خطر؟ بنفس القياس نشوف. أرجو من الإخوان المسؤولين يا جماعة في ملعب برج العرب يسمحوا للوحدة بتاعت مودرن إن هي تخش، عشان دي هتنقل لمصر كلها مرة تانية، لأنه الجهاز نفسه جهاز لابد يبقى فيه موافقة على دخوله. إحنا داخلين في قلب ملعب كورة، مش هننقل حاجة تانية. فنرجو من إخواننا إن بتوع برج العرب شايفين دلوقتي، وقوات مسلحة شايفاني دلوقتي، ارجو دي وحده البث المباشر بتاعتنا احنا انقاذ ما يمكن انقاذه، فقط لا غير، اللي موجوده هنا دي كاميرتنا. خليه بقى مثبتها كده. انا بشكر السي بي سي وبشكر الاس ان جي بتاعنا وبشكرهم، وان شاء الله هنبقى احنا المصدر الرئيسي لهذا النقد. الاهلي كان يعمل انقلاب بالاس ان جي. ايوه ايوه، اصل انت مش واخد بالك. اتفضل. الجهاز بتاع القوى اسمه ايه؟ الاس ان جي. الاس ان جي بتاع النادي الاهلي كان لابس بكيني. ايوه. فكان عيب انه يخش الاستاد. هو بقى لابس مايو شرعي. اه. يا اخي هو هينقل ايه؟ ده هينقل الكوره. ما تفوت بقى. الاهلي ما كانش هينقل الكوره. يا اخي ما هو لو حد تاني. يعني انا الاول لما قال لاهلي ما يصحش يعمل كده، والله انا كنت اقول والله ما يصح. اه. ده اتضح انه لا، ده يصح قوي. بس مش الاهلي. ايوه. يكون بتاعنا. ايوه. قناة الأهلي كخة، قناة الأهلي وحشة، قناة الأهلي من يوم ما طلعت في 2008 ودفعت وطلبت بحق النادي في إذاعة مبارياته، وسعت لتحرير سلعة مباريات الكورة من اتحاد الكورة، وأعادت للأندية كلها حقوقها اللي بتستمتع بيها دلوقتي واللي كل القنوات شغالة عليها. دي كانت
الحرب الضروس اللي شنت على قناة الأهلي منذ ظهورها في 2008، وتحمل مجلس الإدارة وقتها وتحمل الكابتن حسن حمدي رئيس النادي الأهلي آنذاك الكثير من الضغوط والانتقادات والتحميلات والمشاكل الكثيرة من أجل تحرير سلعة كرة القدم وحق النادي في بث مبارياته أو امتلاكها أو بيع حقوق البث. وعمل الأهلي ساعتها ورشة مع عمل احترام مع احترام خبراء إنجليز الدولة، مع احترام حق الدولة وتوزيع وتنظيم هذه الحقوق. لا، هو كل الحلول كانت مع السماح للقناة المصرية الفضائية بالنقل مجانا أو معرفش مجانا ولا بفلوس أظن، بس مختلفة يعني، إنما بتسمح لها، ما أنتش محتكر، أنت محتكر بس الحقوق الأخرى. كانت قناة الأهلي إيه كقناة نادي؟ نشوف الكابتن مدحت. هل هياخدوا حقوق الدوري العام في الكويت؟ عفوا، هياخدوا حقوق بث مباريات الدوري الكويتي؟ لا، هو البث بالكويت تلفزيون اللي بيبث، لكن قناه نادي ما تقدرش. احنا لسه ما ناقشنا هالموضوع، فحيكون بيننا وبين التلفزيون بعد ان شاء الله القناه حنشوف كيف حيكون موضوع البث. لسه يعني ما ناقشنا الحقوق، لان حقوق معطيه للدوري الاتحاد الكويتي، انت عارف بين الاتحاد وبين التلفزيون. مظبوط. فاحنا لسه انا رميت السؤال ده، انت فاهم طبعا مغزى السؤال. فاهم كويس. هو التلفزيون طبعا. اصل احنا يا استاذ فيصل عندنا هم اصدقائنا وحبايبنا واثروا على فكره البث الفضائي، لكن لازم نقول ان بدعه مصريه ليس لها مثيل في العالم ان قناه نادي تذيع بث مباشر مباريات كره القدم بتاعه الدوري. اتحاد الدولي نفسه كان حاطط يعني موانع على هذا الامر، خوف من التعصب وكذا وكذا وكذا. مفيش في العالم الا في مصر، بس مصر ام الاختراع، ما عندناش مشكله اطلاقا. لا بس والله يا كابتن مدحت، يعني بعد اذنك، عندك انديه اوروبيه برضو ليها قنوات فضائيه وليها قنوات خاصه بيها وبتذيع مبارياتها على الهواء. على الهواء. قول لي قناه واحده. في انجلترا اعتقد في ارسنال. لا سوري، مانشستر. لا 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 لا، اعتقد ان لا بس خلي بالك كلامك قدام ملايين. انا عارف، احنا نوير مش موسى، انا بحافظ عليك. ما انا لا، انت مدير تسويق. لا انا هقول مفيش قناه في العالم بتذيع هوا لايف اللي انت بتقوله مظبوط، بس مسجل. موافق جدا جدا جدا، مفيش قناه نادي في العالم، دي بدعه مصريه، دي حاجه مش موجوده في اي دوله. يا عم ما بتذيعش هوا، واخد بالك؟ ما يحصلش ابدا ان اي قناه نادي في العالم تذيع ماتشات، دي بدعه مصريه. وهات لي قناه واحده في العالم تعمل كده، ما اعرفش الراي دلوقتي ايه، انا مش عارف. والناس هيزعلوا مننا اكيد بتوع الانديه، لكن هذا هو واقع الامر، واحنا ما احناش في موقف منافسه مع حد اطلاقا، نتكلم بما يرضي الله. كابتن مجدي النهارده قناة ما فيش إلا قناة الأهلي، فيش غيرها، وهناك قناة تطلع قناة الزمالك. أصبح القطبين دول، هل العاملين فيهم في الاستوديوهات بتاعتهم هيحترموا الشرف الإعلامي وعدم إيجاد تعصب؟ النهاردة هيحترموه بعد الفجعة، لكن بنتكلم بعد سنة، بعد اتنين، بعد تلاتة، وإحنا ملوك النسيان. هل هيؤججوا مرة تانية الفتن بين الجماهير أو لا؟ هذا أمر في منتهى الخطورة، على مجلس الشعب أن يناقشه في هذه الدورة قبل إصدار قرار. لا، وعلى الضوابط اللي بتحط على قانون الرياضة الجديد اللي لازم يطلع، لازم الناس عندها رؤية. ما هو ده، إحنا دايماً بيقول لك إحنا محتاجين حد يسوق صح. نعم. عايزين ناس عندها رؤية. صحيح. تشوف المشاكل اللي هتحصل في المستقبل ويحضرها من دلوقتي. خصوصاً يا كابتن أيمن، ما فيش في العالم كله نادي يبث بث حي لمباريات وإلى آخره، علشان الاتحاد الدولي قال ده بتنمي التعصب. يا كابتن، أنت لو عندك ديكودر وبتحط لك فيه قناة ريال مدريد، المباراة اللي على الهواء تذيع، تفتح قناة ريال مدريد تلاقي ريال مدريد بيلعب ماتش دلوقتي وهم زاعين ماتش من سنة 1960. مظبوط مظبوط مظبوط. ماتش كل تاريخ. كل القنوات الأندية كده، ماتش تاريخي، مفيش قناة بتبث هواء إطلاقا. إطلاقا. يا كابتن مدحت، احنا بنمارس ريكس، احنا في قناة نادي، احنا بنمارس بدعة مصرية ما حصلش حاصلة في أي حتة في العالم، مفيش قنوات أندية بتذيع خالص، احنا غلطانين جدا، احنا محقوقين. بس يا ترى حضرتك دلوقتي في قناة نادي ولا قناة دولة؟ اللي حاصل دلوقتي ايه؟ لعيبة الأهلي اللي حضرتك بتتكلم عليهم، صلاح محسن اللي حضرتك بتلقح عليه،
من خلال قناة نادي ولا قناة يا باشمهندس؟ لا، هي الفكرة هو بيقول لك بتؤجج الصراع. أنا رأيي اللي يؤجج الصراع أنك أنت تلقح كلام أو ما تحترمش المنافس أو تلعب على أوتار ومشاعر، وهذا لا يحدث خالص في قناة النادي الأهلي. أرجو أن هو يلتزم، هو بشكل خاص هو يلتزم، مش النادي الأهلي اللي طلع سلوجن وبعد كده بقى أستفيد منه وبقى الإفيهات لازم يبقى لي في كل ماتش إفيه عشان أقدر تجاريا أستفيد منه. مش النادي الأهلي اللي قال هذا الكلام، لا الأهل بيبو وبشيره ويخرب عقلك يا مجرم، مش النادي الأهلي ما بيقولش الكلام ده في القناة بتاعته، ما بيمسكش فرقة، ما يحترمش لما يفوز ويأخذ الذهب ما يحترمهاش إطلاقا، لم يحدث داخل النادي الأهلي. فالعبرة مش بي أنت قناة ولا مش قناة، ممكن تبقى قناة نادي وتبقى ملتزم أي نادي بقى، وتبقى أنت في قناة الدولة لكن أنت اللي بتعمل التعصب. صحيح. فهي الفكرة مش أنت فين، الفكرة بتقول إيه بالضبط. بس طيب كابتن مدحت رأيه في الناس اللي بتغير رأيها ده إيه بقى؟ نشوف. ما ينفعش. وعلى فكرة اللي كاتبينه موظفين في الموقع، ربما بتعليمات من الكبار وربما لا، لكن هم كاتبين ده عشان بيقبضوا من الموقع اللي هم فيه او من الجورنال اللي هو فيه. لو راحوا موقع تاني هيكتبوا للصالح التاني لانه بيقبضوا من الصالح التاني. طيب الناس دي وحشة، ولما بتروح جورنال من جورنال بتغير رأيها، من موقع لموقع بتغير رأيها، والناس دول وحشين، وحشين قوي يا كابتن مدحت. فاصل؟ لا مش فاصل. أنا رأيي فاصل والله. والله فاصل، والله فاصل. بص قبل الفاصل اسمع بس كلامي، اسمع فاصل. هو ما ادكش فرصة انك تتكلم في حاجة، الراجل قال ورد على نفسه بس خلاص، ما اقدرش اخر لك طلب. لا مش محتاجين ان احنا نسترسل في حاجة، خلاص هتوضح ايه تاني؟ عايز تقول حاجة جديدة قولها عشان ما تقوليش انت بتصادر علي. لا مش مصادرة. احنا بنعيد التذكير تاني يا جماعة، نحن ننشد الأداء الإعلام المنضبط السليم، نحن ننشد المزيد من ترسيخ القيم المهنية. هصلح لك بقى. ننشد. 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 انت هريني. هريني يا أخي إصلاحات. لا قلت ننشد قلت لا يعني اتلخبطت فيه. لا نحن ننشد. ننشد. نحن نسعى. غير لك الناس بتغير رأيها، نمشي غير الحرب. حدش يقدر عليه. نحن نسعى لمزيد من ضبط العلاقة مع الجميع، من الاحتفاظ بالعلاقات المتبادلة والمحترمة مع الجميع، الإعلام الحكومي، الإعلام الفئوي كإعلام أندية، والحمد لله بقت إعلام أندية. كان الأول الناس عايزة تهاجم قناة الأهلي يقول لك قنوات الأندية، وما فيش إلا قناة واحدة، فخلاص كده الأمور اتضحت وبانت. قناة الأهلي كانت تمارس ركسا من عمل الشيطان، هما ما اكتنبوهوش، مرسوه، بس فضل ركس بالنسبة للأهلي. ملك وكتابة لن يفرط مرة واحدة في ضوابطه المهنية وفي حقوق النادي الأهلي. بعد الفصل. فاتك يا أستاذ إبراهيم قبل ما أخش في الفقرة دي بصفتك رئيس التحرير، بس شاطر في الفاصل، تقولي الإعداد عامل شغل جامد قوي، شكرته؟ بنشكر الزملاء محمد مصطفى وعبنا من القسطى ومحمود المخبازي وشادي صبر. والحقيقة محمود المخبازي بنبارك له، رزق بمولوده الأول عمر. أبو عمر ما سمعش كلامي الحقيقة، يعني قلت له سميه حلموس، روح الأهلي وروح فريق البرنامج، إن الراجل زوجته في المستشفى بتولد ويسيبها ويجي عشان يؤدي عمله. فالشكر موصول لفريق الاعداد كاملا وللزميل محمد شوارب في الاخراج، لان الحقيقه الكل بيبذل مجهود عشان تشوفوا الشغل اللي حضراتكم بتشوفوه. الاهلي والصداره والعشق الحلال فقرتنا،
الاهلي نمبر 1. انت حطيته يعني منشيت مجله الاهلي. الاهلي في افريقيا ما شاء الله. بس اتفضل. ما هوش نمبر 1 نمبر 1 هو الاهلي نمبر 1. انك انت من حوالي 15 يوم انت جيت من الخلف في المسابقتين. واخد بالك؟ احنا هنلعب مباراه الانتاج يوم الاحد القادم ان شاء الله. حتى هذه اللحظه بحمد الله وفضله وشكره انت ماشي في الطريق، انت ماشي في خطواتك الايجابيه. انت بيراميد متصدر الدوري، وبعد كده ياتي المنافسون خلفك. حقيقي الفوارق ضيقه، مباراه واحده تقلب لك الليله دي كلها، لكن انت تتصدر المشهد، وهذا هي مكانه الاهلي. هل نعض عليها بالنواجز ولا بالانامل؟ بالنواجز. نعض الانامل بالنواجز. ايوه. عايز تعض النواجز بالانامل اقلبها. لا. ما انت خليت لخبطه البغبغان والخبطان. فاحنا احنا احنا بنتعمد نقول شويه حاجات عربي عشان ولادنا اللي جنب التلفزيون يستفيدوا من اخطائنا. واخد بالك؟ فاحنا هي الفكره ان نتمنى انه يستمر نمبر 1 زي ما انت كاتب كده. ولكن هو فعلا الاهلي عشقه ان يتحدى نفسه ويتحدى الصداره. هو قدامه زي ما بقول لك كده في وهج اسمه القمه. هذا الوهج بيشدك اليه، ما يخليكش تلتفت ليمين وشمال عشان ما تتلخبطش، ما تخليش تلعب غيرك، ما تتكلمش على حد، ما انتش مشغول بحد. في ناس هيعجبها النموذج ده، يوم ما بتكسب يقول لك يا ريتكم عملتوا زي الاهلي. ويا ريتكم كنتوا اداره هويه زي الاهلي، اللي هو كلهم كلهم لما كان الاهلي يكسب يقول الذي فاز الاداره. ارجع بقى في من 2005 وانت طالع كل الاقلام اللي بتهاجمك النهارده جزء وهم منها. يعني كل الاقلام وهم منها اللي بيهاجموك النهارده ويقول لك اداره هاويه، كان يقول لك اللي فاز الاداره. ما ده مضطر يقول هذا الكلام. وباذن الله ستضطر ان تنحني احتراما للنادي الاهلي باذن الله، لان هناك جهد مخلص سيكافئنا الله باذن الله وبفضله على هذا الجهد. عشان كده يا جماعه الاهلي في هذا الموسم يخوض منافسات قويه جدا، يخوض تحديات حقيقيه جدا، يحتاج سلاحه، يحتاج جمهوره، يحتاج جمهور يبقى في ظهره. صحيح مش متاح له انه يكون في المدرج، لكن انتوا مش يعني مش مدركين تاثير المناخ العام. الناس اللي عمال تكسر في الفرقه ولا تخبط في اللعيبه ولا مش عاجبها الاداء لمجرد اداء مباراه او شوط او لعيب عايز يشوفه او لعيب عايز يشوفه. يعني زي ما المهندس عدلي قال لكم المره اللي فاتت، يعني سيبوهم هم ضد الاهلي، ما تبقوش انتوا كمان ضد الاهلي، ما تديلهمش الكلام يستخدموه ضدنا. اللي بيكتب على فكره كده مش هو هو مخلص، هو مش متصور انه بيضرك، بس هو من غير ما يقصد بيضرك. صحيح. زي الابن اللي ينتقد اسرته في الشارع. حتى لو انت في حاجه غلط في البيت عندك، بس الناس بتحترمك، فخلينا سيبها تحترمك وصلح الغلط جوه البيت. خلينا في مسانده الفرقه، خلينا داعمين للجهاز الفني، خلينا دايما وابدا باصين على الجزء الايجابي. احنا زيكم عندنا تحفظات على مستوى الاداء، احنا زيكم في ماتشات احنا اول الموسم يا استاذ غير مستمتعين بيه. مين قال ان الاداء هيبقى بالروعه؟ شوفوا بدايه كل موسم وشوفوا كم تحدي الاهلي بيخوضه، شوفوا الظروف اللي الاهلي بيتنافس فيها، شوفوا الفتره اللي كارتيرون قضاها، شوفوا عدد الاصابات اللي موجوده، شوفوا الناس اللي مشيت. انت عارف دي بتشبهني بيه يا استاذ ابراهيم؟ شوفوا بيلعب عربي وافريقي. انت دلوقتي ومحلي. راجل ها بتروح هنا تلبس بلطو لان الدنيا برد جدا، بعد يومين بترجع تنزل لازم تقلع البلطو وتلبس تيشيرت. والناس مطلوبه منك انك تؤدي نفس الاداء اللي بتاديه بالبلطو تاديه بالتيشيرت، وترجع تاني تلبس البلطو وبعدين تلبس جاكيتة. وبعدين احنا بنلعب في ثلاث بطولات بطبيعه مختلفه وبمناسبات منافسات وحسابات مختلفه وكلها تحت ضغوط. صحيح. انت تحت ضغط المركز الاول. ايوه. لكن ما تحققه هو فخرك وانجازك. انت طلعت من نقطة الى 13 نقطة لم تحدث من قبل. ايوه. واخد بالك؟ هو ده فخر. هنقعد بقى نقول اصل جولنا تهدد
وجبنا اربع تجوان بس دخل فينا ثلاثه. دخل فينا ثلاثه وفي اخطاء لازم تعالج. بس انت افرح انك قدرت تعدي بهذه المباراه لان المنافس بتاعك اتعادل كمان ما كسبش. صحيح. فانت كنت ممكن تتعادل وتبقى برضو انت الاول. صحيح. لكن لا ده انت كسبت عشان تبقى الاول بدراعك. اول القاره يعني المجموعات الاربعه الاعلى رصيد ما حدش عنده 13 نقطه في المجموعات الاربعه الا الاهلي. الثلاثه اللي تصدروا مجموعتهم وصعدوا مع الاهلي 12ات. اذا كان مازيمبي او الوداد او النجم الساحلي الثلاثه 12ات. الاهلي الوحيد 13. عشان كده كان منشط مجله الاهلي الاهلي نمبر 1 صعد باعلى رصيد نقاط في افريقيا والقرعه الاثنين. الاخبار قالت الاهلي يفوز على كامبالا 4-3 واخطاء الدفاع والشناوي تثير القلق. وقالت الاخبار اداء ارتجالي للاحمر في الشوط الاول وصحوه تهديفيه في الثاني. الاهرام الاهلي يهزم كامبالا 4-3 في لقاء الاخطاء الدفاعيه القاتله. بطل مصر كاد يفقد توازنه في الشوط الثاني والخبره حسمت التعويض. الاخبار المسائي الاهلي كملها بالصداره. مهرجان اهداف في فوز الاحمر على بطل اوغندا في دور الابطال. والاهرام المسائي قالت الاهلي الاول. فاز على كامبالا 4-3 وتصدر مجموعته في دور الابطال. وقالت الاهرام المسائي الاهلي هجوم جبار ودفاع منهار. هزم كامبالا 4-3 وتاهل على عرض الاولى الى ربع نهائي دور الابطال. ازار على عرش الاولى ازار وسليف ومحسن يسجلون واخطاء قاتله للشناوي. المساء قالت رغم الفوز على كامبالا 6-4-3 وتصدر مجموعته الاهلي يحتاج الى ترميم سريع. خط الوسط والدفاع والحارس مسؤولون عن الثلاث اهداف التي دخلت المرمى. قبل ما نستعرض اراء المحللين خلال القناه الناقله للمباراه نشوف اكرم توفيق نشوف الكابتن وائل جمعه يتحدث صخره الدفاع عن الاداء الهجومي للاهلي في مباراه كامبالا سيتي. كابتن وائل يعني نتحدث عن الاداء الهجومي للنادي الاهلي اولا، الكرات العرضيه والتالق الرائع اليوم لعلي معلول واحمد فتحي، هل هذا جانب تكتيكي ام تالق فردي من اللاعبين؟ يعني القطه هي ما اعطت المساحات لهم للتالق في هذه المباراه اليوم، معظم كرات الاهلي وخطوره الاهلي من الاطراف. يعني احنا اتكلمنا برضو في البدايه احمد على الدور اللي بيعمله علي معلول واحمد فتحي النهارده، المسانده الهجوميه، التفاهم اللي بين اسلام محارب مع علي معلول وعمل جبهه مميزه منها اكتر من كره عرضيه. احمد فتحي الشوط الثاني عمل هدف ممتاز وصنع اكتر من كوره. هنا كوليبالي واهميه وجود اللي اتكلمنا عليها في الكرات الثابته الكرات الهجوميه للنادي الاهلي عنصر مهم جدا، لو هو ما سجلش بيسحب انظار المدافعين بطوله بقامته الطويله واستغلاله للاماكن المميزه ويفضي مساحات لزمايله. يعني في الكره دي اللعيبه اتشغلت بزمايله وهو كان خالي من الرقابه بشكل كبير انما استغلها. هنا احمد فتحي والدور الهجومي اللي بيعمله الافضل من الهدف هدوء احمد فتحي وتعامله مع الكوره، يعني عمل كوبري للاعب بهدوء على غير عاده احمد فتحي. احمد لاعب انفعالي وبيتعامل بقوه شويه انما الكوره دي اتعامل فيها بهدوء بشكل مميز جدا. تألق فتحي عمل كوره عرضيه مع تحرك ممتاز من ازار بصراحه للمره الثانيه يعني اليوم سرق المدافع برده بشكل كويس جدا. كان فيها تفاهم وربط بينه وبين علي معلول زي مع احمد فتحي زي كوره علي معلول تمام. طيب ده رأي الكابتن وائل جمعه. لكن قبل ما نستطرد كتير في افريقيا النهارده انا عارف ان انت حسمت صفقه مهمه لبيع بكماني مهالمبي. يعني انت لاول مره هجاوبك على الهوا. معلش انا عارف انه كان في بلوى كبيره ولا مشكله كبيره في التعاقد. إيه بدايه لازم اشكر واشيد تماما بالمجهود الكبير اللي قام بالكابتن محمد فضل. ما شاء الله عليك. وهو صاحب الفضل في هذا الامر لان الموضوع ده خد يجي شهرين شغل. وكذا يعني هو خد شهرين شغل ليه؟ لان احنا اكتشفنا ان العقد فيه مشكله كبيره جدا. ايه؟ العقد كان فيه نسبه لازم تدفع لبيت فيست ناديه الاصلي تقترب من 450 ألف يورو. في حال بيعه.
في حالة بيعه. لا 400، لان هو كان له 50,000 يورو وكان في نسبة كبيرة هتدفع في العقد باليورو. لانه يبدو ان الرقم كان على التوتال مش على الصافي لإعادة البيع. فانت كنت هتبيع بالرقم نصه هيضيع. فهي ابتدت ب 700,000 دولار، المفاوضات نجحت، وارجع تاني وتالت وعاشر. لازم اذكر الفضل لاصحابه، لانه في فرق انك انت بتحط اطار او لجنه الكره تحط اطار، وانت جزء مع اداره التعاقدات بتحط اطار وبتحاول تشوف الثغره، وفي فرق ان واحد يتلقى في هذه الامور وبمصابره هائله مع المستشار القانوني برضه الاستاذ حلمي عبد الرازق، في الاخر ظبط لنا الموضوع، فاستطاع الامر ان ينتهي الى 900,000 دولار. 900,000 دولار للنادي الاهلي. ونزلنا ان نادي بيتفس كان له 50,000 يورو تنازل عنهم. وانه هياخد يعني في الاخر كده وفرت 220,000 دولار. يعني نتيجة اللي حصل وإعادة التفاوض على عقد خلاص مكتوب، وهو نفس الأمر اللي حصل في أنطوي. جينا لقينا برضو مشكلة، وإنه هو ممكن يمشي ويرجع يلعب في مصر وما لناش أي حقوق. لغم. لغم. فضلنا برضو نسيس الدنيا لما قدرنا نحط برضو إن لو جه مصر هتاخد مبلغ كويس جداً. ونفس الشيء، مش بس انك وفرت 220,000 دولار، ده انت حطيت بند في العقد باتفاق الاطراف الثلاثه، وكنا لحد الظهر بنتناقش بالتليفون على هذه الشروط. وكان في يعني اختلافات، وانتهى الامر ان حسم مناسبه كابتن فضل بقى بيحط رتوش الاخرانيه وبيكتب العقد وقبل وانا جاي في السكه اطمنت منه انه كل شيء انتهى، واللعيب مضى وبصم وعمل الاجراءات، والطرف الثاني وافق، والعقد ثلاثي بما يضمن انه لو رجع مصر هتاخد مبلغ كبير جدا جدا جدا، ولكن ليك في كل مليون دولار لو جه لاي نادي في مصر. بالاضافه الى ال 20%. بالاضافه ل 20%. يعني انت ليك 20%. من بيعه مستقبلا. من بيعه مستقبلا، راح اي حته. لو مصر اضافه لل 20%. طب لو اتفشخ ممكن تيجي تقول لي ايه؟ يعني ما يروح يفسخ العقد يبقى فريوه. حاطين لو فسخ العقد يدفع 2 مليون دولار هو والنادي المتضمنين. واخد بالك؟ ده كان الكلام، لكن اعتقد ده كابتن فضل لما كلمته قال لي وافقوا على الكلام. على الاقل هيبقى فيه مليون دولار في كل موقف من المواقف دي. كويس؟ انت امنت اللعيب بتاعك. طب بكماني لعيب تاني وتالت وعاشر كويس جدا، عقده كان مكتوب وحش جدا، كان ليؤمن النادي الاهلي. اللاعب واضح انه كان متفق انه يمشي وباصرار شديد جدا. النهارده شكر النادي الاهلي، لان الحقيقه لم يستعاون مع النادي الاهلي انه يمشي، والاهلي كان عايز مليون او اكتر من مليون، لكن استجابه للولد نزلت 920. خلي بالك هو لو كان قاعد كان هياخد 400,000 دولار، منهم 175,000 دولار قسط دلوقتي. فانت وفرت كمان ده. طبعا. خلاص، فانت الديل معمول كويس، الديل فيه مجهود كويس، وفي بقدر امكان ضمانات سليمه تتسق مع لوائح الاتحاد الدولي. طيب، عود بقى لافريقيا. حاتم الطرابلسي النجم النادي الاهلي يعكف. ايوه، على جد بدائل. ستوب، ما اسالش، خلاص انتهى، سكت الكلام ده على اساس ان انا يعني مش صحفي ولا انا. لا انت حر، بعدين اجتهد بطرقك، انا خلاص اللي هنا قلته. مسافر على سيد عبد الرحمن.
انا خلاص بقى تعبت فضي يسافر بقى سيدي عبد الرحمن شويه. فضي يروح سكه، ده انا اقول لك انا راح السخن. لا لا فضل ده ما شاء الله عليه. لا ده جفت صحيح، هديه صحيح صحيح. ربنا يوفقه. نشوف الاهلي امام كامبالا سيتي وفوزه، الكابتن حاتم الطرابلسي رايه. الاهلي ادى مباراه جيده على فترات، تحدث كابتن وائل عن اهداف النادي الاهلي والاهداف التي جاءت عن طريق الكرات العرضيه والتالق الاول في هذه الاهداف لوليد ازارو وعلي معلول واحمد فتحي اصحاب الخبرات في الاهلي في هذه المباراه. لكن السلبيات، كامبالا سيتي فريق لا يصنف من الفرق الكبرى في النادي على الساحه الافريقيه، وعندما يسجل في الاهلي ثلاثه اهداف لابد ان يكون هناك وقفه. اكيد نتكلم على سلبيات، اكيد في سلبيات على المستوى الدفاعي، لابد ان نشيد بالمستوى الهجومي اللي تحسن فيه كثيرا الفريق الاهلي على المستوى التسجيل، كذلك ازارو تسجيله، مساندة الظاهرين بشكل مستمر والمساندة الهجومية، هذا ما ميز الفريق الاهلي في المباراة. لكن لما نتكلموا على هذه الاخطاء على مستوى الرقابة، كذلك انه الحارس يخطئ في التسديدة، هذه اخطاء فرديه، معناها الخطا خاصه تسجيل الهدف الثالث معناها من كامبالا سيتي، خطا الحارس. لاحظ دائما من اصعب المباريات ان تواجه فريق ليس لديه ضغط في المباراه، ليس لديه ما يكسبه من هذه المباراه. هذا يجعل في بعض الاحيان انه التركيز يكون اقل، مثلا كما شاهدنا دفاع الاهلي في مباراه اليوم، شاهدنا يمكن بعض التمركز الخاطئ من سعد سمير او بعض في التغطيه كوليبالي خاصه في العدم اللي شرحها وائل معنا ما بين الشوطين. لكن انا ارى انه الفريق قادر ان يتعافى، اهم شيء أن الفريق تحسن على مستوى الأداء الهجومي. هذا أنا دائما يهمني أن الفريق لما يكون جيد على المستوى الهجوم هذا يبشر بالخير. دفاعيا سيتحسن الفريق، سيتعافى لما يكتمل، يعني المدرب كما قيل أنه لا يزال حديثا في النادي الأهلي، يحتاج إلى بعض الوقت، هنالك عدة نقائص. أكيد لابد أن يتحسن إدارة الأهلي اليوم الفوز بالشامبيونز ليج، هذه المتابعة من صلاح محسن سعود للوائل في هذه النقطة بقى. لكن أنا أرى أكيد أن الأخطاء أخطاء قادر أن يتحسن فيها الفريق. طيب رأي الكابتن حاتم الطرابلسي لما بيسألوا أحمد فؤاد على الأخطاء الدفاعية الكثيرة للأهلي، قال له طيب ولماذا لا تذكر القوة الهجومية الشديدة للأهلي؟ يعني زي ما في أخطاء نتج عنها النجاعة، زي ما نتج عنها أخطاء دفاعية نتج عنها ثلاث أهداف، هناك قوة هجومية أسفرت عن أربع أهداف، وتحدث عن بعض الأخطاء الدفاعية وقال إن هي في النهاية أخطاء بسيطة جدا يمكن تداركها. عايز أقول بس وجهة نظر صغيرة في الموضوع. فضل. ده اتفضل. الثلاث جوان يغيظوا. الجون الأولاني مشي مع رأي المحللين، لما تبقى الكرة بعيد عن ال 18 ما تتكوموش جوه ال 18 عشان ما تعوقوش لألا تعيقوا حركة حارس المرمى. فالناس طلعت بره ال 18 وقف الطابور. خلاص اترصت. لما جم يتحركوا بعد الكرة طبعا في الحركة خلاص التمركزات بتبوظ والالتزامات بتبوظ. فقدر يتسلل وكان موفق جدا انه يلعب الكرة بالهيد. الجون الثاني اللي بالهيد برضه ده توفيق نادر جدا، شوف الكرة ملعوبة منين وفي المقص. لكن الجون الثالث الحقيقة عيب ان واحد يشوط من المكان ده، يجب انه ما حدش يتيح له الفرصة، لان الكرة الثابتة انت ما بتحكمش فيها قوي، لكن الكرة اللي من الحركة دي انت واحد بيتحرك معاك ما تسيبوش يشوط. خلاص؟ اللي انا عايز اقوله لك يا استاذ ابراهيم بقى من وجهه نظر انا، انت احرزت اربع اهداف ليه؟ لان في اندفاع هجوميه، صح ولا غلط؟ على حساب التحفظ وضيعت على زيهم. انت احرزت اربعه وضيعت زيهم. خلاص؟ يبقى انت النهارده ايه اللي حصل؟ انت مندفع هجوميه. ايوه التحفظ والدفاع ما بيحصلش هنا. أيوة. لو انت بعد 1-0 ورحت متحفظ وابتديت تلعب زون ديفنس وتغرس وبتاع كان ممكن الماتش يخلص 1-0 او 1-1. لكن انت شعرت انك انت قدام ديفنس يمكن اختراقه، فانت بتقول انا سعيد بصلاح محسن، وانا بقول لك انا سعيد بيه ان كل مره ينزل ياكد وجوده. ازارو بسم الله ما شاء الله، فكرني بفلافيو، الجون الثاني اللي جابه ده بالهيد اجوان فلافيو.
نفس التحرك يجري في اتجاه يحاول الكره في الاتجاه العكس بحركته ساعتها. فالحقيقه انه بينضج يوما بعد يوم. اتمنى ان طبعا كولوبالي ربنا موفقه عشان يقول انه واحد من اهم صفقات هذا الموسم على مستوى الكره او الدوري المصري. اتمنى له الاستمرار على هذا النحو. طيب الاهلي بطريقه 4-2-3-1 بيسجل وبيوصل انتصاراته، لكن هل صخره الدفاع وائل جمعه شايف ان دي الطريقه المثلى للنادي الاهلي، ولا ايه الطريقه المناسبه نشوف وائل جمعه؟ كابتن وائل انت تحدثت في الشوط الاول عن وجود ناصر ماهر، في عندما يتواجد ناصر ماهر لا صعب ان يتواجد صلاح محسن المهاجم المتالق في الفتره الاخيره، والذي سجل في وادي دجله في مباراه وادي دجله، سجل في مباراه حرس الحدود تالق بشكل كبير، واليوم يسجل هدف ايضا صلاح محسن. هل من الافضل من خلال مباراه اليوم ان يبدا في المباراه القادمه ان يعطي فرصه لناصر ماهر ام صلاح محسن، ام ممكن الاثنين يبداوا المباراه يعني نظرك، لان الطريقه تغيرت بعد خروج ناصر ماهر؟ دايما المدرب بيعمل طريقته على حسب قدرات فريقه طبعا وامكانيات لاعبيه، وعلى حسب الخصم اللي بيلعب قدامه او المنافس اللي بيلعب قدامه. يعني انا شايف ان باستمرار حاله التوفيق اللي عند صلاح محسن النهارده من ضمن المكاسب اللي اتكلم عليها كابتن محمد يوسف هو صلاح محسن لاعب يعني التكمله بتاعته والمتابعه بتاعته للكوره بتعكس انه عنده رغبه لانه يروح للجول دايما. واعتقد ان هو خامه مبشره وخامه كويسه ولازم نشتغل عليه طبعا. هل ممكن ان يعود الدوري ناصر ماهر؟ ناصر ماهر انا شايف ان احنا بصبر بهدوء برضو مش عايزين نستعجل عليه، ويبقى بديل ما يبقاش اساسي في مباريات محتاجه يبدا، انما المباريات اللي زي مباراه النهارده يعني او مباراه البطوله الافريقيه انا يبقى بديل افضل. انا شايف انه ما يبداش يعني ما يبداش يبقى بديل في المباريات الافريقيه بالذات، المباريات الكبيره في الدوري ما يلعبش. انما هو خامه محتاجه الصبر. طيب. هنا صلاح محسن بص هنا المتابعه بتاعته وعنده حس الهداف اللي هو ان قبل ما يشوط تقريبا كان اسمه المحارب هو عامل عنده استعداد للمتابعه، فاعتقد طيب. انه يعني خامه من ضمن المكاسب اللي انا شايف انه لازم يستمر في الملعب اكرم توفيق لاعب النادي الاهلي محتاجه، وده علاج للاخطاء الدفاعيه في نص الملعب. عاشور والسوليه الاثنين قدرات الدفاعيه بتاعتهم حاسس ان هم عايزين يلعبوا كره اكتر. وعموما هو ده هي دي المكاسب، ان في كل مباراه تتكلم على العنصر الجديد اللي انت استفدته، ايه الاضافه اللي حصلت للفرقه. في ايجابيات صلاح محسن في مرحله يعني حط رجله في الملعب، بدا يسجل، بدا يدخل في التيم بشكل اساسي، بدا يبقى مؤثر، بدا يسجل. اتكلمنا على ناصر ماهر ما شاء الله ماشي بشكل كويس جدا، كل مره بينضج اكتر، خطورته هتزيد، انسجامه وتفاعله وثقته المفترض انه قدامه ان شاء الله مستقبل كويس. ادي اكرم توفيق لما بدا ياخد، وائل شايف انه من اهم المكاسب في الفتره الاخيره او في المباراه ديت انه اكرم توفيق بدا يحط رجله، وانه عنده قدرات دفاعية أعلى شوية كمان في نص الملعب، ده اللي ممكن يخفف الضغط على خط الدفاع. هي أنا بس عايز أقول حاجة بقى. أنت ذكرت أربع أسماء. الثلاث أسماء أنا بضيف عليهم سليف كولوبالي. طبعا. لما عندك أكرم وسليف وصلاح محسن وناصر ماهر، الأربعة دول كانوا بيلعبوا السنة اللي فاتت؟ لا. هذه صفقات جديدة، إضافات قوية. لا أنا بس عشان بقول لك الصفقات والأهلي ما عملش، هذه صفقات جديدة. طالما إن العناصر دي ما كان لهاش وجود وأضيفت، حتى لو كانت موجودة ورقيا لكن أضيفت إن بقت تشوفها في الملعب وتؤدي وتجيد. يعني أكرم معطل بقاله سنتين. وصلاح محسن ما كانش بيجد الفرص الكبيرة برضه. أنت النهاردة استطعت صلاح محسن، هنقول بقى النمرة اتنين، وبعدين بتتغير له الطريق عشان يبقى موجود كمان من اول او يبقى موجود جنب ازارو. يعني هو لافت النظر بالنسبه لل، على فكره ده يحسب لكارتيرون لان الناس، ده اللي انا عايز اقوله، على المستوى التكتيكي محدش يعني بيستوقفه كتير انه الراجل بيغير طريقه اللعب اثناء الماتش مره واثنين وثلاثه احتياج الفريق وقدرات اللعيبه. لما بيحتاج يلعب باثنين راس حربه بينزل صلاح محسن فبيغير الطريقه، لما بيحتاج يخلي علي معلول هو الجناح وايمن اشرف ينزل يغطي تحت منه بيغير الطريقه.
فبيغير طريقه اللعب حسب قدرات الافراد وسير المباراه، وتجد حاجات جديده بتحصل. يعني النهارده اسلام محارب ايوه، ما تسديده من خارج المنطقه صحيح، ما كناش بنشوفها منه كتير ايوه، مع فولو ده الكلام مش اعتباطا يعني، هو لما كابتن وائل يستوقفه هذا الامر ساعه ما تشوط انت اعمل السبرنت لان هو ذات طلقه صلاح محسن ده ايوه، فبيقدر يوصل في اسرع وقت الى الكره، وهتجد المشهد ده متكرر منه كتير، حد بيحضر بره ال 18 صلاح بيجري او هتجده في المتابعه كتير هتجده في المتابعه كتير واظهره في المتابعه كتير. يعني باك انا كنت زعلان ليه؟ لانه كان سريع جدا. النهارده صلاح محسن لما يلعب بهذا الانتظام يبقى عناصر السرعه توفرت للفريق في اكثر من عنصر. طيب اذا مع اسدال الستاره على دوري المجموعات في دوري ابطال افريقيا بعد الجوله السادسه، الاهلي نمبر 1 في القاره كلها، هو الاعلى رصيدا بين كل فرق البطوله. الاهلي صعد ب 13 نقطه في 6 مباريات، فاز في 4 وتعادل مره وخسر مره، سجل 9 اهداف واستقبل 5 اهداف. في مجموعته الاهلي الاكثر تهديفا. الترجي الرياضي التونسي صعد كثاني ب 11 نقطه. مازيمبي الكونغولي العتيد اللي كان بيدربه كارتيرون وخد معاه لقب البطوله من قبل، اتعادل مع الدفاع الحسن الجديد المغربي 1-1، ومولوديه العاصمه الجزائري اتعادل مع مواطنه سطيف او خسر منه 2-1. صعد مازيمبي ب 12 نقطه، وفاق سطيف صعد معاه ب 8 نقاط. في المجموعه الثالثه ده حتى الترجي هو احسن تاني في التواني 11 وهما 8 و9 بالظبط. المجموعه الثالثه توجو بور التوجولي تعادل مع الوداد المغربي 0-0، وصن داونز الجنوب افريقي تعادل مع الحريه كوناكري الغيني 0-0. عشان يصعد الوداد حامل اللقب ب 12 نقطه وحريه الغيني ب 9 نقاط. في المجموعه الرابعه والاخيره زيسكو يونايتد الزامبي تعادل في ملعبه مع النجم الساحل التونسي 1-1، واول اغسطس الانجولي اتعادل مع سوالوز السوازيلندي او فاز عليه 2-1، عشان يصعد النجم ب 12 نقطه واول اغسطس الانجولي ب 9 نقاط. ده هو كمان انت لازم تقول ان الوحيد اللي فاز الوحيد اللي فاز اول اغسطس، لا النادي الاهلي في الجوله دي في الجوله، لا اول اغسطس كسب مبان 2-1، وستيف كسب مولوديه الجزائر 2-1. في المجموعه الثانيه بتكلم على الاوائل على الاوائل المتصدرين في المجاميع هو الوحيد اللي كسب ده معناه ايه بقى؟ يعني النجم تعادل، الوداد تعادل، مازيمبي تعادل، صح ولا غلط؟ بالظبط. يوم الاثنين ان شاء الله، يوم الاثنين في مقر او في القاهره على فكره مقر الاتحاد الافريقي في احد الفنادق هتتعمل القرعه، عشان نطمن حضراتكم، لان قرعه لاول مره تتعمل بهذا الشكل، البطوله لاول مره دور المجموعات يتعمل من دور ال 16. فبقت يا باشمهندس انا عندي دلوقتي 4 اوائل و4 تواني. اول قاعده كل اول هيلاعب تاني، بس مفيش اول هيلاعب التاني من مجموعته، يعني الاهلي مش هيلاعب الترجي. يبقى هتحط الاهلي والوداد والنجم الساحلي ومازيمبي على رؤوس المجموعات. هتيجي للاهلي تعمل له قرعه بين الثلاثه، هل هتودي له سطيف الجزائري ولا اول اغسطس الانجولي ولا الحوريه كوناكري الغيني؟ واحد من الثلاثه هيقع في قرعه الاهلي. هتيجي بعد كده للمجموعه للوداد هتشيل التاني بتاعه وتعمل له قرعه من التانيين، وهكذا. القرعه هتتعمل كمان للدور قبل النهائي، يعني ده دور الثمانيه، مين هيلعب مين في دور الثمانيه؟ هيتعمل معاها قرعه انه اللي فايز من هنا هيلعب الفايز من هنا، يعني يوم الاثنين هيتعرف
الاهلي هيلعب مين يا فلان يا فلان، تعالى لو لو تخطاه هيلعب مين يا فلان يا فلان بالظبط. تصدر الاهلي للمجموعه ديت خلاه يلعب مع مستوى اقل من المستوى بتاعه الاوائل. دي بقى اللي عايز دي نقطة عليه. بس خد خد الميزه الثانيه، خد الميزه الثانيه، الميزه الثانيه انه هيلعب ماتش العوده في القاهره بس هو ده. لكن اقل اكتر مفيش قلب دليل ان الفرق بتتعادل مع بعضها اهي كلها. بص يا استاذ ابراهيم، بمناسبه القرعه انت ذكرت حاجه جميله قوي، موضوع القرعه ده، بس عايز اقول لك ان الكابتن سيد عبد الحفيظ عايز اهنيه. عامل استوديو مبتكر وله طعم. وازعم ان الاستوديو التحليلي او ملعب الاهلي ينافس احسن استوديوهات تحليليه دلوقتي ما شاء الله، ان كانش بتحيزي يسبق. ايوه، لان شخصيه الكابتن سيد ايوه وجهده لا وفهمه ده عمل قرعه. عمل بروفا للقرعه. وخلى الناس كل واحد يقول له نفسه الاهلي يلعب مين، حلل الثلاث ثواني المحتملين ايوه من خلال ضيوفه كابتن محمد صيدي وكابتن اسامه حسني وكابتن ماهر همام. ماهر همام فالثلاثه حللوا قوى المراكز الثانيه، قال لهم تعالوا نسحب القرعه بقى، وجاب كاس وحط فيه الاسماء وقال لهم الاسماء اهي مش كلها رجب. بعد ما عمل القرعه ففكره تشدك وانت قاعد، رغم انها مش، انت عارف انها مش هتكون مؤثره في القرعه الحقيقيه، لكن عايشتك الاجواء الفكرة. وبرضه عايز تشوف انت متفق مع اللي بيحصل في السعودي ده ولا لا. فانت قاعد تقول ايه هيسحب نادي كذا، يوم يقول له مش قلت لك سحب نادي حريه. حريه سحب هو حوريه ولا حريه؟ حوريه حوريه مش كده؟ لان في ناس بتنطق حريه، هو حوريه. طيب فانا بس حبيت انوه يعني احنا لما يكون في حاجه حلوه صحيح بتتعمل خصوصا انها عندنا. بص سيد عبد الحفيظ اضافه قويه بالتاكيد ومميز جدا، عامل نكهه وروحه كمان ما عمل شاء الله. عمل يعني يعني عمل روح. بص بيشتغل بروح الاهلاويه طبعا طبعا، زي ما كان بيدير يعني بيدير بروحه طبعا، حتى يعني مؤكد الكرة. مؤكد ان الكابتن سيد ما كانش حزمته الفلوس وبس وهو بيختار لا. ان يستقر في الـ في الـ في ورفض اي اغراءات ورفض اي يعني ما بقول لك هو خلينا بقى نقول ان اختياره ان يبقى اعلامي داخل قناه الاهلي صحيح، هو رهانه كان على النادي الاهلي، وعلى فكره لما تراهن على الاهلي لا يخذلك صحيح. صحيح حتى لو ابتعدت احيانا ما بتبتعدش عن قلوب الاهلاويه صحيح، وبترجع تاني بتلاقي مكانتك واحترامك موجود صحيح. فاللي يراهن على الاهلي يكسب ان شاء الله دايما. يوم الاثنين هتتعمل القرعه زي ما قلت لكم. طب الاهلي هيلعب امتى؟ هيلعب المباراه الاولى بره ملعبه يوم 15/9 ويرجع يلعب مباراة العودة في القاهرة أو في برج العرب حسب ما يكون وقتها يوم 22/9. وزي ما قلت لكم القرعة هتتحسب أو هتتسحب مين هيلعب مع مين في الدور قبل النهائي، ثم هتتسحب قرعة المباراة النهائية هتبقى التتويج فين في أنهي ملعب لأنهي رقم. فيفترض أن يوم الاثنين هيبان خريطة الطريق كاملة لكل الفرق المشاركة حتى المباراة النهائية. 15 سبتمبر الذهاب و22 العودة. الفرق بقى الاحتمال أو من المؤكد الأهلي هيقع مع واحدة منهم. ممكن يكون سطيف الجزائري. سطيف الجزائري نادي جزائري عريق تأسس 1958. يعني ما شاء الله عنده تاريخ، بيدربه حاليا مدرب المغربي رشيد الطوسي، عنده لقبين في دوري أبطال أفريقيا 88 و2014، عنده 6 ألقاب في الدوري الجزائري، عنده بطولات محلية في كأس الجزائر 8 مرات، خد بطولة أبطال العرب، خد الأفرو أسياوي 89، خد السوبر الأفريقي 2015. سطيف الجزائري نادي تقيل. لما بيلعب الاهلي قبل كده التقى مع الاهلي 3 مرات، الاهلي فاز مره وسطيف فاز مره وتعادلوا في السوبر وسطيف كسب بركلات الترجيح وقتها. هو
خرج الاهلي قبل كده من الدور قبل النهائي في كاس ابطال افريقيا لابطال الدوري 88 وكسب البطوله. فاز على الاهلي وقتها بضربات الترجيح بعد ما كان كل فريق فاز في ملعبه 2-0. وفاز على الاهلي في السوبر الافريقي بضربات الترجيح في 2015 بعد ما كانت عادله 1-1. ده الجون بتاع عماد متعب لو تفتكروا. وفاق سطيف عنده في البطوله بتاعت السنه دي مشوار جيد جدا، مشي فيه بشكل كويس لغايه لما صعد في مجموعته كثاني. الحريه الغيني تاسس 75، حصل على ابطال الكؤوس 78، يعني فريق عريق في افريقيا. حصل على لقب 75، خد اول لقب له ب 78، ثلاث سنين بقى بطل افريقيا. خد لقب الدوري في غينيا 9 مرات، ما لعبش مع الاهلي قبل كده. نتائج الحريه في الدوري الموسم الماضي هو بطل الدوري في بلاده. صعد لدور الثمانيه زي ما قلت لكم بعد ما تخطى في الدور ال 64 بطل النيجر 3-0 و0-0، وفي دور ال 32 فاز على فوت السنغالي 2-1 و2-0، وفي دوري المجموعات حصل على المركز الثاني ب9 نقاط. إذن فريق محترم وفريق يتعمل حسابه إذا كان وفاق سطيف أو الحرية الغيني. أول أغسطس الأنجولي بلد فيلافيو وجيلبرتو برضو تأسس 77. له معانا ذكرى وحش أول أغسطس، مش كنا كسبانين هنا؟ لا ما كانش أول أغسطس، كان أنا هفتكر لك سانتوس الأنجولي. سانتوس سانتوس ولا اول سانتوس كانت المباراه الاخيره لمانويل جوزيه ومشي بعديها. كسبانين 3-0 هنا، نخسر 3-0 وفلافيو في اخر مباراه له مع الاهلي واخر مباراه لمانويل جوزيه يضيع ضربه الجزاء. اول اغسطس تاسس 77، بيدربه حاليا مدرب من البوسنه دراجان يوفنتش. حصل على الدوري الانجولي مرتين، كاس انجولا مره واحده. أفضل ترتيب له في البطولات الأفريقية كان تأهل للدور النهائي في أبطال الكؤوس الأفريقية 98. ده المدرب البوسني دراجان يوفيتش المدرب لأول أغسطس. في دور المجموعات هذا العام صعد أول أغسطس كثاني لهذه المجموعة. وفاق سطيف ولا الحرية الغيني ولا أول أغسطس الأنجولي، ثلاث فرق كل فرقة منهم مؤكد عارفة قيمة الأهلي، وكل فرقة مؤكد تخشى لقاء النادي الأهلي، وكل فرقة لو قابلت النادي الأهلي هتبقى سعيدة أنها تعمل نتيجة مع النادي الأهلي. شوفوا كامبالا سيتي الأوغندي، فريق جاي لعب النادي الأهلي، هو خلاص خرج من البطولة، حساباته انتهت. من الجولة الماضية تأكد صعود الأهلي والترجي، كانت الجولة الأخيرة تحدد يا الأهلي يؤكد تربعه وتصدره وتأهله كأول المجموعة، أو الترجي يقلب المسألة ويصعد هو كأول. إنما كامبالا سيتي بره الحسبة، عشان كده كان بيلعب بدون ضغوط، عشان كده أكتر حاجة حرص عليها إنه يروح يزور النادي الأهلي. شوفوا لما المنافس بتاعك يحمل ليك هذا التقدير إنه جاي. وقبليه تاون شيب لما جه يعني قال لك الأهلي هو اللي هيتصدر سان داونز في الاتوبيس بتاعه وزيارته، او كامبالا سيتي في زيارته للنادي الاهلي. بصوا هم قدام دولاب البطولات في مقر النادي الاهلي في الجزيره، في اكتر من لقطه هتلاقوها الناس كانت منبهره جدا بالنادي. فكره النادي الاجتماعي يا جماعه، وانه يبقى فيه نادي رياضي ونادي اجتماعي بهذا الشكل وبهذا النظام اللي في مصر مش موجود كتير في دول كتيره. دي فكره مصريه تقريبا، ان يبقى في نادي اجتماعي مع النادي الرياضي بهذه المنشآت وهذه الالعاب الكبيره، لو يحتوى ما يشبه المتحف. بالظبط، يعني ده جزء بيديلك. فانتوا شايفين في ملعب التتش الناس حريصه انها تصور وانها تاخد لقطات تذكاريه ليهم وهم في ملعب النادي الاهلي. الحقيقه بس بما اننا يعني وجينا بعض الانتقادات برضو لازم نقول بعض الاشادات. ايوه، دولاب الكؤوس اللي اتعمل في ظل المجلس السابق ده جميل قوي. جميل قوي. حقيقه يعني لازم نشكره عليه. صحيح. بس برضه محتاجين يعني لا ما هو ده مكان اوسع. بص ده تقدر تقول ايه؟
عينة. عينة للمتحف. صحيح. أو خطوة. إن أنت عينة تبني. لما تعمل متحفك أدي الروح. عجبني أوي الديزاين بتاعه، جميل الحقيقة. طيب عشان ننتقد الأداء، إحنا زيكم نفسنا نستمتع بالكرة كتير ونفسنا نشوف كرة حلوة كتير، بس خدوا بالكم الناس بتخرج من بطولة، تدخل على بطولة، تخرج من ماتش، تدخل في ماتش، تعمل حسابات هنا غير حسابات هنا على المستوى حتى الفني والبدني والذهني وحاجات تانية كتيرة. الأهلي فرغ من كامبالا سيتي والملف الأفريقي مؤقتا، دخل على الاستعداد للإنتاج. أهل الإنتاج والإنتاج عجب المهندس عدلي على أساس أنه أفضل إنتاج للأهلي في الفترة اللي فاتت أنه بقى نمبر وان في أفريقيا وفي الدوري، وهو يستعد للقاء بس هيلعب مع الإنتاج ومختار وذكرياته، هيستعد للقاء الإنتاج متعددة بالضبط الساعة 9. إنما شوف الشرف بتاع ولادي الأهلي. آه مختار يتعادل معاك ويغلبك وهو ما فيش نادي مسكه ما تعادل. السنة فاتت الإنتاج رايح جاي، والنادي اللي عارف يتعادل مع الأهلي رايح جاي، قبل كده مع الاتحاد السكندري في نفس الموسم، قبل كده مع بتروجيت، قبل كده مع إنبي، كل نادي راحوا قاتل وأفقدك لقاء. عشان كده عجبني منطق استخدمه زميلنا أحمد أسامة في اليوتيوب لما خالد الغندور قال إن مختار ما كسبش الأهلي مع كل الفرق اللي مسكها، فكان منطق لطيف جدا ودمه خفيف. أحمد أسامة قال لك طيب هو مختار من أول ما درب لغاية دلوقت، طب ما نمسك له من 2005 لغاية دلوقت في 13-14 سنة، هو الزمالك نفسه عمل إيه مع الأهلي؟ والزمالك في ال 15 سنة ما عرفش يكسب الأهلي إلا مرة لما الأهلي في الدوري كان بيلعب بالصف الثاني بعد ما كسب الدوري. يعني قوة الأهلي في هذه الفترة ما تظلمش لا مختار ولا محمد عامر، رغم أن عامر خرج الأهلي مع اسمنت أسيوط من الكاس، بس هي الفكرة كلها مختار ما فيش مباراة ما بيقاتلش بشرف، ما بيحرجش الأهلي جدا، ما بيقدمش مستوى عالي. أكتر واحد خد بنط من نادي الأهلي. يتعادل، ما هو التعادل مع الأهلي مكسب ليه وخسارة للأهلي، لكنه كان منطق أحمد أسامة. طب ما هو الأهلي خسر معاه 4 بونت من 6 بونت السنة اللي فاتت. بالظبط. لو مرة كان مع الاتحاد نفس ال الموسم اللي قبليه. وبرضه 4 بونت، 2 مع الاتحاد و2 مع الانتاج. وهو دايما فكره المنافسه بشرف. كل المدربين يعني يا جماعه ده محترفين، ما هو اللعيبه بتبقى كانت جابوا هنا وبتنتقل لهنا. جابوه سالوه السؤال ده. قالوا انت اتعرض عليك ومش عارف ايه واتقالوا الكلام ده عشان حوافز. قال ما معناه يعني ده الكلام ده مش مظبوط واحنا مش محتاجين حوافز. قال له طب انت بتبقى مختار؟ قال وهو مع الانتاج يعني. هو مع الانتاج ده عشان الماتش اللي جاي. كانت طلعت اشاعه كده برضو كالعاده ان حد قال على لسان دودار ان هو حد اتصل بيه قال له اكسب الاهلي ونديك فلوس. طبعا كلام ما طلع انه مش مظبوط ونفى دودار، ونفس المختار قال انا سالت دودار نفى هذا الكلام تماما وطلع نفاه في وسائل الاعلام، لكن احنا مش محتاجين حد يحفزنا لان احنا بنلعب عشان نكسب. قال لي يعني انت بتنبسط لما انت لو تشوفني في الماتش اللي فات بتاع افريقيا كان شكلي عامل ازاي. هي دي عايزه من مقشه. قال له دي مساله امانه وشرف. بالظبط هي كده ملخصه. بالظبط. طيب الاهلي والانتاج اتقابلوا قبل كده 14 مره في 13 مره في الدوري ومره في الكاس. في ال 14 مره الاهلي فاز 11 مباراه وتعادلوا 3 مرات. دي اخر مواجهتين بين الاهلي والانتاج. الأهلي سجل في الإنتاج في طول المباريات اللي لعبها معاه 24 جون، والإنتاج سجل في الأهلي 8 أهداف. أجايي المصاب 3 أهداف هو هداف الأهلي في الإنتاج، يليه عبد الله السعيد المنتقل للأهلي السعودي وعنده 3 أهداف، محمد فضل مدير التعاقدات حاليا عنده 3 أهداف، اللي موجود حاليا وليد أزارو عنده هدفين،
عمرو جمال عنده هدفين، عماد متعب عنده هدفين، وفي هدف واحد للاهلي في مرمى الانتاج. عمرو جمال ده وليد سليمان واحمد حمودي واحمد فتحي وابو تريكا وعبد الحميد شبانه وموسى انداي وجون انطوي والسيد حمدي واحمد بلال، كل دول لكل واحد منهم هدف في مرمى الانتاج. المباراة هتكون في الأسبوع الخامس اللي هتنطلق مبارياته بكرة الجمعة إن شاء الله، في أربع ماتشات بكرة. بتروجيت هيقابل حرس الحدود في استاد الجيش، نجوم المستقبل مع الإسماعيلي في استاد بترو سبورت، الجيش هيلاعب المقاولين في جهاز الرياضة، والجونة هيلاعب الداخلية في ملعب الجونة. يوم السبت إنبي هيلعب مع الزمالك في بترو سبورت، ويوم الحد سموحة مع بيراميدز في برج العرب، والأهلي والإنتاج في استاد السلام. لا ماتش هيبقى بين علي ماهر قدامه، مفترض ان فريقه القديم، لكن هو مش هيقابل الفرقه اللي كان سابقا تقصد. يعني بس دي بلد غير البلد عم. لا لا ده فرقه تانية خالص يعني. لكن هو الكلام ان الماتش ده من ماتشات القبه برضه، يعني خلي بالك سموحة السنه دي مش وحش مع علي ماهر، وعنده جرأه هجوميه جامده جدا. بيراميدز كل ماتش ابتدى الكيرف بيعلى، بيقدم نفسه. لا هيبقى ماتش للفرجه. والاهلي والانتاج من ماتشات القمه برضه، يوم لان الاهلي والانتاج عامل زي بيراميدز وسموحه. يوم الزمالك عنده مين؟ الزمالك عنده انبي، مباراه برضه كبيره، ماتش تقيل. كويس كويس مكان تقيل، يعني ماتش تقيل. يعني انا بكلمك عن الماتشات اللي ايه لما تتفرج عليها تبقى قاعد مشدود من اول دقيقه لاخر دقيقه، تتشد لغايه النجوم. كمل يا ابراهيم. طيب يوم الاثنين المقص هيلعب مع المصري في استاد برج العرب، مباراه الاتحاد ووادي دجله اتاجلت لمشاركه الاتحاد في البطوله العربيه قدام الترجي في رادس ان شاء الله. الاتحاد بيسافر الى تونس هذا الاسبوع، الاسبوع الرابع المنقضي. المقاولين ام بفزع المقاولين 2-1. الاسماعيلي المقاولين ده غريب جدا يعني. ماتشاته كربونه بالسنه اللي فاتت، يتقدم ويخسر في اللحظات الاخيره، غريبه جدا يعني. بس هو الحقيقه كمان لتاني ماتش على التوالي يطرد لعيب عشان قلع الفانيلا او عشان شوح لحكم ويلعب 10 انفار. يعني محمد سمير ابتدى في اول والفرقه دفعت الثمن، ودلوقتي طاهر اللي هو لاعب واعد جدا، عنده بنيان قوي وسريع وكويس، لعيب يعني واعد، وابتدت الانديه كلها تتابعه عشان الاهلي بس حط عينه عليه من الاول، اكتشفه بدري. الاهلي اول ما حط عينه عليه بدات تتعرض عليه الملايين بقى. لا ما هو هو لعيب، بص لعيب واعد وسنه صغير على فكره، انا اعرفه من سن 14 سنه. هم واخدوه زي كابتن فضل من نادي الصيد، وهو قريبه الظاهر. فمن نادي ابتدى الولد وهو من صغير لافت للنظر يعني. ده موهوب. موهوب وقوي. راح احترف سنه في فرنسا وما كملش. يعني عنده بنيان قوي، هو لو راح دلوقتي ينجح. عنده بنيان قوي. يعني هو يجمع بين ميزات مروان محسن، محطة ممكن يبقى محطة، ممكن يجي تسعة من تحت زي صلاح محسن. لكن هو يعني لسه لو وصل لده ولا ده، لكن خبراته ممكن مع الخبرة يبقى فيرود جامد جدا. طيب الأهلي بيعلن بقى عن فتح باب الحجز لتذاكر مباراة الإنتاج، والتصريح للعميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي إنه بدأ فتح باب الحجز للجماهير على الأونلاين لبيع تذاكر هذه المباراة اللي هتكون يوم الحد ان شاء الله. وقال مرجان انه وفقا لقرار اتحاد الكره بعوده الجماهير تدريجيا سيتم طرح 1000 تذكره موحده، تذكره ب 30 جنيه، وفي 300 تذكره اولى شمال فئه 50 جنيه، و200 تذكره مقصوره راسيه فئه 300 جنيه، بالاضافه الى 1500 تذكره بنفس النسب والاسعار هتطرح لاعضاء النادي في الفروع الثلاثه. حصة الفريق الضيف بقى الانتاج الحربي هتكون 500 تذكرة أولى يمين فئة 50 جنيه، وفي 1500 دعوة لطلبة الجامعات هيتم تسليمها لوزارة الشباب والرياضة. مرجان طب واقفة بقى هنا ناشد جماهير الأهلي، استنى بس واقفة هنا، الحرص على إنجاح
فكره عوده الجماهير للمدرج حتى بس لو قبل ما توصل ليه بس خلينا فينا بس دي تجربه جديده قوي. قول 1500 تذكره هيسلموا لوزاره الشباب هيدونا فلوسها اكيد طبعا ولا هيبيعوها ويرجعوا لنا الباقي؟ تفرق كتير قوي. انا مش دعوه انت هتعمل بيهم ايه. اما تاخد مني 1500 تذكره اديني فلوسهم. اديني فلوسهم. بعتهم كلهم بعتهم ووزعتهم مجانا اديتهم هدايا انا ماليش دعوه. بس ما تمنعنيش من طرحهم وترجع تقول لي بعت 700 تذكره ماليش دعوه. 1500 تذكره عايز تمني. ده كلام مظبوط. طيب هنطلع نفصل الجبلايه ومجامله الاهلي نشوف. اسمعني يا استاذ ابراهيم قبل ما اخش في فقرتنا ها الاهلي والمجامله والكلام ده مجامله الجبلايه اليوم ذكرى ميلاد اول عملاق مصري واول ميداليه ذهبيه في دورات اولمبيه في امستردام 28 وكانت من نصيب اللاعب الفز السيد نصير ونش النادي الاهلي يعني اول ميداليه لمصر اولمبيه كانت باسم لاعب النادي الاهلي اسد نصير ابن مدينه طنطا والسيد البدوي اللي حضرتك اهي مكسوف تنوع على ان صفحه الاخبار الحد اللي فات جايبه هذا التحليل عن سيد نصير لما تشوف جسمه النهارده سيد نصير لما موجود النهارده كان يقدر ياخد ميداليه ذهبيه. الحقيقه هي صفحه كنوز في الاخبار بتطلع مره في الاسبوع زميلنا الاستاذ عاطف النمر بيبذل فيها مجهود انتقائي يرجعك لصحافه العشرينات والثلاثينات بانتقاء رائع جدا. هستأذنك تجيب لنا الفقره دي باستمرار معانا ان شاء الله. فحاطت مقاله رئيسيه فيها عن نقلا عن مجله اللطائف المصريه سنه 28 اللطائف سنه 28 والمناسبه كانت وصول بطل مصر والنادي الاهلي الى مصر بطل صاحب الميداليه الذهبيه. اول ميداليه ذهبيه في تاريخ مصر كانت اهلاويه. هذه الميداليه ذهبيه صنعت في مولد السيد البدوي لانه سيد نصير المولود في طنطا اول ما بدا يشيل حديد في المولد والناس تتلم عليه ويبداوا يحطوا له اثقال اكتر ويبدا ايه يستعرض عضلاته في المولد. تنامت قدرة هذا البطل اللي بعد كده انتقل للنادي الأهلي. هقول لكم على ولد سيد نصير في 31 أغسطس 1905 يعني اتولد قبل النادي الأهلي بسنتين في طنطا قرية شوبر بس مش شوبير شوبر. بدأ عشقه لرفع الأثقال بعدما شاهد لأول مرة في مولد السيد البدوي ألعاب البطل القديم عبد الحليم المصري وكان صاحب الفضل الأول في انتشار اللعبة في مصر. اتجه نصير لمدرسة عبد الحليم المصري وكون فريقا لرفع الأثقال وكان متفوقا في العديد من الألعاب وشارك في بطولة القطر المصري عام 25 وتوج بلقبها في الوزنين الخفيف والثقيل واحتفظ بلقب البطولة الخفيف والثقيل يعني هو خفيف كسب الثقيل. بداية توهجه كانت سنة 28 لما شارك في دورة الألعاب الأولمبية بأمستردام تحت قيادة المدرب محمد بسيوني اللي سعى لضمه للنادي الأهلي لوفرة الإمكانيات والجماهيرية أيضا. ده لا موجود النهاردة لا تولي زابوتينسكي اللي كان في ال 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 الونش يا الله حاجة جامدة جدا جدا. خلت الصحف العالمية تتغنى بما فعله البطل وقتها وقالت لقد ارتفع العلم المصري في الاستاد الكبير. فاز سيد نصير المصري على أبطال العالم في حمل الأثقال فكان بطل العالم الأول بأرقام مدهشة. وزاعت شهرة سيد نصير بعد عودته من أمستردام وانتشرت اللعبة بشكل أكبر. دي بص الصورة دي في أسيوط سيد نصير رفع الأثقال قدام جلالة الملك في أسيوط ولابس العلم أهو على صدره. بصوا لما يكون بطل النادي الأهلي هذا البطل وصل للإسكندرية ده اللي كتبها اللطائف المصريه بقى بعد ظهر 18 نوفمبر الجاري
على ظهر الباخرة فينا فخر شباب مصر الرياضي الأكبر وبطل أبطال القوى في العالم الربع الشهير سيد أفندي نصير بعد أن مثل مصر تمثيلا مشرفا في ألمانيا وأحرز بطولة أوروبا في رفع الأثقال في المباراة التي أقيمت في مدينة ميونخ منتصرا على أعظم أبطالها وشارك في حفلة الألعاب الرياضية التي أقامتها الصحافة الألمانية في برلين يوم 5 نوفمبر لمناسبة عيدها العاشر فرفع فيها 160 كيلو جراما ضاربا بذلك أرقامه التي سجلها في ميونخ والتي نال البطولة من أجلها وقد أعجب الألمان به إعجابا عظيما وقدروا قوته ونبوغه الرياضي تقدير من يقدر قيمة ذلك وأشادت الصحف بامتنانه ومدحه وكتب العالم الكبير الدكتور فيلي ميل مقالا شائقا في وصفه في جريدة فوربش زيورخ ببرلين في 9 نوفمبر جعل عنوانه الله هو الله ونصير هو بطل يعني اعتبره حقيقة من الحقائق الكونية وانفعل استغفر الله العظيم يعني استغفر الله الله هو الله هو بيقول لك الله هو الله يعني سياق بس شوف ما هو ده راجل ألماني لكن شوف أمير الشعراء بقى أحمد بيك شوقي يتفاعل مع ده ومع فوز كان رأي برضو شوقي ده طبعا أي بطل أي شخصية سياسية بينفعل معاه فبيكتب فيه شعر بقى للسيد نصير بطل مصر والنادي الأهلي فيقول فيه أمير الشعراء شرف النصير ارفع جبينك عاليا وتلقى من أوطانك الإكليلة يا قاهر الغرب العتيدة ملأته بثناء مصر على الشفاة جميلة إن الذي خلق الحديد وبأسه جعل الحديد لساعديك ذليلا بصوا بيت الشعر إن الذي خلق الحديد وبأسه البيت أمير الشعر بقى الشعر اللبناني الكبير جبران خليل جبران بيت واحد بس جميل قوي كتب فيه ساعتها يا فتى الفتيان أحسنت البلاء في المباراة وحققت الرجاء بصوا اللي بيحتفي ببطل مصر والنادي الأهلي وقتها شعراء أحمد شوقي وجبران. بس ده مش يدلك على حاجة يا أستاذ إبراهيم على المجتمع المجتمع كان عامل إزاي متفاعل مع بعضه إزاي وقممه إزاي وكان سيد نصير يلعب قدام الملك يرفع حديد قدام الملك كان اهتمام حقيقي بالرياضة يعني من زمان كنت كل المناسبات الرياضية تلاقي الشعراء وبتاع مش بقى ياخدوا بعض ويسافروا يتصوروا معاهم لا يتفاعلوا معاهم على طول تفاعل يخلدهم عموما بصوا يعني لما النقلة صعبة انه احنا هننقل من سيرة احمد شوقي وجبران في مدح وامتداح سيد نصير للجبلية ومشاكلها وأزماتها واتهام الاتحاد الكرة الإبي جامل للأهلي في اختيار مدربين المنتخبات الحقيقة كلام يعني معرفش ليه دايما وأبدا احنا غاويين قوي نشكك في أي حاجة أو نخلق مناخ التوتر باستمرار يا أخي ما يعني احنا لما هنستعرض معاكم دلوقتي كل المدربين الكبار من أبناء الزمالك اللي مسكوا المنتخبات وأفضلهم وأكبرهم وأقدرهم ولحد السنة اللي فاتت ما حدش يعني بالعكس يلقى كل الدعم وكل المساندة لكن هذا التقسيم باستمرار لو جابوا الكابتن عشان هاني رمزي مسك المنتخب فلا إزاي بتجيب واحد من الأهلي طب هو يعني ما كان أسامة نبيه ماسك وقبل منه كان غيره ماسك وقبل منه وبعد منه غيره هيمسك خلاص كلهم ولاد مصر ودي منتخبات وطنية هذا التقسيم بهذا الشكل هتلاقي رد عليه موثق شوية بالأرقام عشان تعرفوا انه الكلام حتى غير منطقي الجبلاية الجديد فيها انه أجير المدير الفني المكسيكي للمنتخب الوطني عايز اقول لكم انه على دراية كاملة بقصة محمد صلاح والراجل بعقلية احترافية حاطط كل اعتباراته وكل ترتيباته لمباراة النيجر من خلال القائمة اللي اختارها تقريبا في دماغه ماذا لو صلاح جه وماذا لو صلاح ما جاش فهتلاقوا الراجل محدد جدا في اختياراته وجاد جدا في انه يعمل احلال وتبديل جاد
خد في حراسة المرمى خد 13 لاعب. في حراسة المرمى خد محمد عواد حارس الوحدة السعودي حاليا، خد في الدفاع ده المحترفين أحمد حجازي ويست بروميتش، عمرو طارق أورلاندو سيتي الأمريكي، أحمد المحمدي أستون فيلا الإنجليزي، خد في نص الملعب محمد النني لاعب الأرسنال، سام مرسي ويجن أتلتيك، علي غزال فانكوفو الكندي، رمضان صبحي هيدرسفيلد تاون، محمود حسن تريزيجيه لاعب أسم باشا التركي، عمرو ورد لاعب باوك اليوناني، وحسين الشحات نجم العين الإماراتي. خد في الهجوم أحمد حسن كوكا أولمبياكوس اليوناني، محمد صلاح نجم ليفربول العالمي الكبير. وبيغيب مين اللي خرج من القائمة من المحترفين؟ مين اللي كان موجود مع كوبر أجيري شالو؟ استغنى عن شيكابالا لتأخره في التعاقد حتى الآن، استغنى عن عبدالله السعيد لاعب الأهلي السعودي، وعبدالله السعيد حتى الأهلي السعودي ما سجلهوش في قائمة البطولة العربية، ودي كانت برضو غريبة. واستغنى عن حسام الحضري اللي أعلن اعتزاله اللعب الدولي، ورجع غزال ورجع كوكا ورجع عمرو طارق، والأهم ضم حسين الشحات اللاعب اللي اتظلم من الجهاز اللي فات. عمرو طارق ده اللي كان في أسبانيا ورجع مصر. أيوة ابن الدكتور طارق عبد العزيز، كان عميد كلية التربية الرياضية في أسيوط وكان مدير أكاديمية الأهلي في أسيوط. امبارح بقى أجيري اختار القائمة من اللاعبين المحترفين في الداخل، برضو عمل غربالة واضحة جدا، خد محمد الشناوي وصلاح محسن ومحمد هاني وأيمن أشرف من الأهلي، وخد محمود جنش وطارق حامد من الزمالك. محمد هاني كان يستحق الانضمام من مدة، هاني يستحق، صلاح محسن كان يستحق، صلاح محسن طبعا كان يستحق طبعا، أيمن أشرف كان موجود والشناوي كان موجود. خد من الزمالك جنش وطارق حامد، خد باهر المحمدي ومحمد صادق من الاسماعيلي. على فكره محمد صادق ده لعيب كويس قوي من الاسماعيلي. ما هو انت برضو يعني بص، الناس مشغوله بمحمود متولي ومشغوله بمين من الاسماعيلي اللي ظاهرين، يعني انت بتشوف ماتشات الاسماعيلي. بص انا وانا بتفرج على الاسماعيلي اكتر اسم يتردد في الملعب دفاعا وهجوما بتجد سرعه التحول بتاعته كويسه قوي. لعيب عنده حميه، عنده دم في الملعب، منتج محمد صادق. بيفكرني بظهور النني كده، بس يمكن على سرعات اكتر. خد علي جبر ومحمد حمدي من بيراميدز. علي جبر كان موجود في المنتخب لما كان في الزمالك، ومحمد حمدي اللي بيراميدز ضمه من المصري وكان باك شمال النادي الاهلي اصلا. تصور ده، ما علينا، المصري خدوه ببلاش. ليه ما راحش عارف؟ مش قادر افهمها لحد النهارده. ما علينا. احمد جمعه مهاجم المصري ضمه وكان استحق الانضمام قبل كده، وحسام حسن لاعب سموحه، واسلام جابر لاعب الداخليه. اسلام جابر لاعب جيد في الداخليه، وده بينم على انه الراجل بيتفرج صح، جاد جدا في الاختيارات، فير اذا كان هو او هاني رمزي، لانه مش هقدر اقول ان الراجل على درايه كامله بخريطه الكوره. مؤكد انه مستعين بجزء كبير جدا من الراي اللي هاني رمزي في الفتره دي على الاقل. لا، في بصمات مصريه في الاختيارات. لان في لعيبه محترفين بتخش اوتوماتيك دلوقتي. هم. طيب. جريده الوطن نشرت موضوع كبير بمناسبه المنتخبات، مدربو الزمالك يشكون حرمانهم من المنتخبات الوطنيه ويصرخون هنفرض بسبب مجاملات، هننقرض بسبب مجاملات، يا ساتر، هننقرض بسبب مجاملات اتحاد الكره لمدرب الاهلي. وقالت الوطن ان مدربو الزمالك يشكون حرمانهم من المنتخبات ويصرخون هننقرض بسبب مجاملات اتحاد الكره للاهلاويه. الكابتن حلمي طولان نقلت عنه اتحاد الكره ضعيف، وهنا ابو ريده بيخاف من الاهلي. هتشوف، هي دي الكلمه بقى. والشيشيني قال ازمه بلا حل وسط تكتلات النادي الاحمر. يعني خلي بالك. بس بعد ما تخلص هعلق لك على الحته دي. الوطن جايبه راي كابتن حلمي طولان وراي كابتن سامي الشيشيني وراي الكابتن علاء عبد الغني، كل واحد فيهم معدد الاسباب، وحسام عبد المنعم لاعب الزمالك السابق ايضا، والمصور الرياضي اللي الحقيقه بتعمل ملحق رياضي قوي جدا المصور، واخد راي الكابتن هاني رمزي. فقال هاني رمزي من العار
أن تتحدث عن حصة الأندية في التدريب المنتخب، وده كلام الحقيقة يعني فعلا مش معقولة يا جماعة، مش معقولة. لا الموضوع أعتقد أن نسبة الزملكاوية اللي مرنوا منتخب مصر لحد المنتخب الماضي أعلى بكتير من الأهلاوية. خد من 2005 ل 2011 و2005 اللي حط الكابتن حسن شحاته ومنحه كل الثقه والراجل فضل مجلسكو كابتن عصام، كان الكابتن عصام عبد المنعم رئيسه وانت كنت فيه. كنت فيه وهو كان بيمرن مولين درجه ثانيه وثقته في الكابتن حسن، وهو دليل عملي يعني لما يكون حد يستحق فتلاقوا الكابتن عصام عبد المنعم ابن النادي الاهلي وكابتنه، والمهندس عادل القيعي ابن النادي الاهلي واحد رموزه، كنت سكرتير عامل الاتحاد، بيثقوا في سكرتير عامل الاتحاد يعني في موظف انا معين سكرتير في عضو مجلس الاداره وسكرتير العام يثقوا في الكابتن حسن شحاته ويدوا له السلطه لتشكيل جهازه فيجيب احمد سليمان في حراس المرمى ابن الزمالك ايضا. طب اقول لك سر بقى، احنا استدعينا اسماعيل يوسف كان بيدرس في المانيا، قلنا له اقطع اقطع اجازتك الدراسيه اذا حبيت تمرن في منتخب مصر تعالى عشان هتخش في وجاه ودخل في الـ في الـ في اجهزه المنتخبات. كان الكابتن حسن شحاته من 2005 ل 2011 موجود، وحقق الكابتن اسماعيل يقول لك ذهبيه رائعه جدا مع في فترات طويله. انتوا هتلاقوا مثلا اسامه نبيه مع المنتخب الاول من 2013 ل 2015، شوقي غريب كان المدير الفني من المحله، علاء نبيل من المقاولين، اسامه نبيه من الزمالك، عبد الستار صبري من المقاولين. المنتخب مشي بعد كده، جه كوبر في 2015 كان معاه اسامه نبيه مدرب عام. باستمرار المنتخب الاولمبي لفترات طويله شوقي غريب اكثر من مره. الكابتن معتمد جمال موجود بقى له فتره، معتمد جمال مرن المنتخب الشباب اكثر من مره، سواء في منتخب 2010 كان مع هاني رمزي، طارق السعيد، فكري صالح، بيست وليد عطيه الاولمبي، منتخب الشباب مواليد 97 معتمد جمال المدير الفني للزمالك، واحمد صالح مدرب عام من الزمالك، وعمرو عبد السلام مدرب حراس المرمى من الزمالك. جهاز زملكاوي بالكامل بالكامل. هتلاقوا في كل الاختيارات اذا كان ربيع ياسين او علاء ميهوب موجودين، معتمد جمال واحمد صالح موجودين، وفيما هذا مدربين من وقبليهم الكابتن حلمي طولان من اقدم المدربين اكثر مدربين دربوا المنتخب الاولمبي. كابتن فاروق السيد شفاه الله وعافاه مسك منتخب الشباب والمنتخب الاولمبي لفترات، وهكذا زي ما في اهلي في زمالك. وابلغ دليل وكابتن فاروق جعفر، كابتن فاروق لفترات طويله، اكبر دليل واقوى دليل انه الكابتن حسن شحاته صاحب المسيرة الذهبية جدا وصاحب أفضل النتائج لمصر في بطولة الأمم الأفريقية، دائما وأبدا يذكر بالخير الدعم والمساندة والاختيار لمجلس المهندس أو الكابتن عصام عبد المنعم اللي وثق فيه وعينه. وكان حسن شحاتة باستمرار بعد كل نتيجة إيجابية يعملها في 2006 و2008 يبادر بالاتصال بالكابتن عصام عبد المنعم. طبعا كان رهان، كان الكابتن عصام مقتنع جدا بيه، لانه بص كابتن حسن شحاته عمل نتائج مبهره مع المقاولين العرب وفي صحيح وطلع بكذا فريق للدرجه الاولى الشرقيه، وما كانش بيكمل ينزل يمسك فرقه ثانيه من الدرجه الاولى يطلعها. حكم صفر، حكم صفر. كنت بس عايز تقول وانت بتقارن بعدد اعداد المدربين اللي من الزمالك، خلينا في الفتره الاخرانيه دي، اخر فتره فين الاحتكار الاهلاوي اللي بيقولوا عليه؟ كان بس عايز في فترة المهندس أبو ريدة السنة اللي فاتت واللي قبليها واللي قبليها مع الأستاذ جمال علام، ثلاث أربع سنين جايين المرة الجاية بقى نقول لهم مين المدربين المنتخبات. الله، هو جهاز بالكامل بالكامل. فايز ده كان زملكاوي صحيح، أسامة نبيه زملكاوي، هيلتون كوبر كان هم دول الاثنين اللي بيعتمد عليهم، والكابتن أحمد ناجي موجود من الأول ومستمر مدرب حراس مرمى. هو فكره انك انت بتنقي المدرب بالهويه دي فكره غريبه جدا. صحيح، لان بتنفي الكفاءه بقى، كفاءه تفرض نفسها، وفي الاخر كله بيخدم مصر. دمتم للاهلي دائما ودام لكم الاهلي باذن الله تعالى بطلا شامخا،
وعلى خير نلتقي في التاسعة مساء الاثنين القادم إن شاء الله. تصبحوا على خير.